السلام عليكم، وياكم الطالبة نور فلاح من كلية طب حمورابي. أهلا وسهلا بكم بموديول ميكانيزم أوف ديزيز. إن شاء الله اليوم راح نشرح موضوع السيلولا أدابتيشن. طبعا هذا الموضوع راح يكون مكمل للسيل إنجن اللي شرحها الطالب محمد علي بالسيشن الأول من موديول ميكانيزم أوف ديزيز. هاي الملزمة صراحة راح تكون شاملة لكل شيء يخص موضوع السيلولا أدابتيشن بكليات الموديول الأربعة. هاي المنظمة طبعا قسمتها الى ثلاث بارتات. راح نتحدث بالبارت الاول عن السيل سايكل، راح نتحدث عن الفيزز اوف السيل سايكل اندر كنترول، راح نتحدث عن اللابايل ستيبل اند بيرمننت سيلز. بالنسبه للبارت الثاني راح نتحدث عن كنترول اوف سيلولار جروث، وكذلك راح نتحدث عن البالانس اوف سيل بروليفريشن اند سيل ديث. بالبارت الثالث راح نتحدث عن السيلولا ادابتيشن واللي تكون على اربع انواع، وهي هايبرترافي، هايبربليجيا، اترافي اند ميتابليجيا. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا بالبارت الاول، وهو عباره عن ريفيو للسيل سايكل اللي ماخذيه بالمراحل السابقه. احنا مثل ما نعرف انه عندنا نوعين من ديفيجن، الميتوسيس اند ميوسيس. الميتوسيس هو شنو؟ هو سوماتيك سيل ديفيجن، هو انقسام الخلايا الجسميه. لكن الميوسيس هو انقسام الخلايا الجرثوميه. مثل ما نعرف ان الميتوسيس هو الانقسام غير المباشر او الخيطي، لكن الميوسيس هو الانقسام الاختزالي. دي يكون هنا eukaryotic cells. The cells of the cycle are divided into two major phases, interphase and mitotic phase. دي يقول انه السيل سايكل بالإيوكاريوتيك سولز راح تكون مقسمة إلى two major phases. الفيز الأول وهو الانترفيز، والثاني وهو الميتوتيك فيز. بالنسبة للانترفيز راح يكون على ثلاثة مراحل، وهي الجاب 1، الجاب 1 أو مثل ما نسميه بريسينثيتيك فيز، والاس فيز أو مثل ما نسميها دي ان اي سينثيسيس فيز، وكذلك الجاب 2 أو نسميه البري ميتوتيك فيز. نجي نشوف هنا على الرسم، عندنا هنا هذا الجاب الاول راح يكون بين الميتوتيك فيز وبين الاس فيز، والاس فيز راح يكون بين الجاب 1 والجاب 2، والجاب 2 راح يكون بين الاس فيز والميتوتيك فيز. زين، هنا بالجاب الاول شنو راح يصير؟ راح يصير عمليه تضاعف المادة النوويه جميعها يعني باكملها ما عدا الكروموسومات ما تتضاعف بالجاب 1. لكن بالاس فيز هنا راح يصير تضاعف الكروموسومات، بالتالي راح يصير الدي ان اي ريبليكيشن. بالجاب 2 هنا يعني شلون تعتبر تهيئة اذا كانت الخلية نورمال او اب نورمال، اذا كانت الخلية تقدر تدخل للميتوتيك فيز او لا. هاي بالنسبة للانترفيز. زين، عندنا هنا ايش تقول؟ تقول انه the key process in the proliferation of cells are DNA replication and mitosis. هنا يعني ما ادري ايش تقول ان key process بعملية السيل سايكل، طبعا السيل ديفيجن هي يصل بها البروليفريشن، تكاثر او انقسام الخلايا. The key process وهي ال DNA replication and mitosis. هسه هنا نجي للجزء المهم. Exposure to growth factor needs to promote the gap 0 gap 1 transition. إن أنا السؤال المهم وهو يعني يمتى الخلية راح تدخل إلى السيل سايكل، يمتى تتحفز الخلية حتى تدخل إلى السيل سايكل ويصير بيها بروليفريشن. هنا راح يجي دور الجروث فاكتور. الجروث فاكتور راح تروح تحفز الخلية حتى تنتقل من الجاب 0 إلى جاب 1. يعني من نقول من تدخل الخلية من جاب 0 إلى جاب 1 يعني راح تبدأ بعملية الانقسام، راح تبدأ. Further progression is determined by checkpoint control. هنا بالسيل سايكل checkpoint control راح يكون لها دور كلش مهم، وهو checkpoint controls prevent DNA replication or mitosis of damaged cells and either transiently stop the cell cycle to allow for DNA repair or eliminate irreversibly damaged cells by apoptosis. يعني شنو يقصد هنا؟ يعني ده يقول انه احنا مثل ما نعرف انه عندنا نوعين من التشيك بوينت، نوعين وهي الجاب 1 تشيك بوينت والجاب 2 تشيك بوينت. هنا انا بس خلي اوضحنا على هذا الرسم، عندنا هذا الجاب 1 الاس فيز، هنا عندنا هذا التشيك بوينت نسميها جاب 1 تشيك بوينت او جاب 1 اس تشيك بوينت، والثانيه هنا موجوده هنا هاي نسميها جاب 2 تشيك بوينت او جاب 2 ام تشيك بوينت. هاي شنو وظيفتها؟ يعني هنا عندنا نوعين من تشيك بوينت بالسيل سايكل.
وظيفتها هاي التشيك بوينت تتأكد إذا كان الدي إن إي بيدمج أو لا. يعني ما راح تصير عملية الدي إن إي ريبليكيشن إذا كان إحنا عندنا دي إن إي دامج. يعني هسه مثلا عندنا دامج السولز هنا، هسه مثلا بالجاب 1 الخلية تدخل الاس فيز راح تمر بهذا الجاب 1 تشيك بوينت. اذا كان الدي ان اي بي دامج راح يجي يعني يشتغل عندنا جين نسميه بالدي ان اي ريبير جين. هذا الجين ايش راح يسوي؟ راح يتاكد اذا اكو دامج بالدي ان اي، اذا هذا الدمج بسيط فراح يتصلح بواسطه هذا الدي ان اي ريبير جين. لكن اذا كان هذا الدمج يعني كبير وهذا الجين ما يقدر انه يقضي عليه، بالتالي راح يشتغل جين اخر وهو الابوبوتوتيك جين. هذا الابوبوتوتيك جين يقول للخليه يابا يعني ما راح تقدر تستمر بالانقسام، راح يصير بها ابوبوتوسيس وبالتالي تموت الخليه. يعني هنا بالتشيك بوينت كنترول تشتغل عندنا جينات اثنين، يا اما دي ان اي ريبير جين اذا كان الدمج بسيط فراح يشتغل حتى يصلح الدمج وتستمر الخليه بالانقسام، لكن اذا كان هذا الدمج يعني كبير والدي ان اي ريبير جين ما يقدر يصلحها، بالتالي راح يشتغل الجين الاخر وهو ابوبوتوتيك جين اللي راح يسبب لنا ابوبوتوسيس. زين هسه دي يقول هنا بروجريشن ثرو ذا سيل سايكل فروم جاب 1 از ريجوليتد باي بروتينز كولد سايكلين. هنا شنو يقصد؟ احنا قلنا انه حتى تدخل الخلية من الجاب 0 الى جاب 1 تحتاج الى growth factor، لكن حتى تستمر الخلية يعني شنو اللي يحفز الخلية حتى تستمر تدخل من الجاب 1 الى S phase ومن S phase الى جاب 2 وهكذا، شنو المسؤول عن هاي الاستمرارية؟ وهو البروتين يسمى بالسايكليم. هذا السايكليم هو عبارة عن بروتين نشط. هذا شنو وظيفته؟ راح يروح يكون كومبلكس، ويا انزيم يسمى بالسايكلين ديبندنت كاينيز. السايكلين ديبندنت كاينيز راح يتكون عندنا كومبلكس. هاي الكومبلكس من تتكون من السايكلين والسايكلين ديبندنت كاينيز، يعني تتكون من انزيم وبروتين. هذا الكومبلكس راح نسميها بالكنترول سيستم، يعني يكون لها دور كلش مهم بعملية السيل سايكل. طبعا هنا هاي السايكلين يكون ريجوليشن فانكشن، هاي وظيفة مالته، ويكون تركيزه غير ثابت، يعني يتغير من طور الى اخر، من فيز الى اخر. لكن السايكلين ديبندنت كاينيزس هنا راح يكون تركيزه ثابت ما يتغير نهائيا. زين هنا دا يقول انه السايكلين ديبندنت كاينيز work by promoting DNA replication and various aspects of the mitotic process and are required for cell cycle progression. يعني هذا السايكلين ديبندنت كاينيز راح يسوي promoting DNA replication، ومن راح يتكون عندنا هذا يعني مثل ما قلنا انه السايكلين ديبندنت كاينيز موجود inactive غير نشط، من بعد ما راح تتنشط وتكون عندنا الكومبلكس. هاي الكومبلكس راح يعني مسؤولة عن استمرار الخلية بالانقسام، يعني تدخلها من جاب 1 الى اس فيز، من اس فيز الى جاب 2 وهكذا تستمر بالفيزز. زين هسه هنا عندنا according to the cell cycle the cell of the body divided into labile cell, stable cell and permanent cell. يعني يقول انه خلايا الجسم تبعا لقابلية انقسامها راح تنقسم الى ثلاث انواع من الخلايا. النوع الاول وهو اللابايل سيل اللي راح يكون لنا اللابايل تيشيو، والنوع الثاني وهو الستيبل سيل اللي يكون الستيبل تيشيو، والنوع الثالث وهو البيرمننت سيل. زين شنو الفرق بيناتهم؟ نجي بالسرعة. عندنا اول نوع وهو اللابايل سيل، شو يقول continuously dividing tissue. The cells proliferate through life replacing those that are distorted. يعني يقصد انه هذا اللابايل سيل ينقسم باستمرار، يعني الخلية اللي تنقسم باستمرار يعني نهائيا ما تتوقف، نهائيا ما يتوقف انقسامها، نسميها باللابايل سيل، تنقسم باستمرار طول الحياة. زين هذا وين موجودة؟ يعني من أمثلة هاي اللابايل سيل وين موجودة؟ this tissue
This tissue includes surface epithelia موجودة بالsurface epithelia such as النسيج stratified squamous surfaces of the skin. يعني يقصد إنه السكين هو عبارة عن labial cell. ليش؟ لأنه ينقسم باستمرار. الجلد دائما يعني يتجدد، فلذلك هو labial cell. وكذلك labial cell موجودة بالoral cavity تجويف الفم، موجودة بالvagina وكذلك السيرفكس وكذلك اللينينج ميكوسا اوف اول ذا اكسكريتوري اتاكس اوف ذا جلانس اوف ذا بادي. هاي امثله يعني وجود اللابايل سيل بالجسم، قلنا هي عباره عن خلايا قابله للانقسام بشكل مستمر. زين، النوع الثاني وهو الستيبل سيل اللي يكون انه ستيبل تيشيو او نسميه كوايزنت تيشيو، نورمالي هاف ا لو ليفل اوف ريبليكيشن. هاويفر السيلز فروم ذيس تيشيو كان اندرجو رابيد ديفيجن ان ريسبونس تو ستيمولاي اند ار ثوس كابابل اوف ريكونستيتيوتينج ذا تيشيو اوف اوريجين. يعني شنو الفرق بين الستيبل سيل وبين اللابايل سيل؟ هنا قلنا اللابايل سيل تنقسم باستمرار طول الحياة، لكن الستيبل سيل هنا تكون يعني قابلية انقسامها قليلة. يعني شنو؟ يعني الستيبل سيل ما تنقسم إلا إذا إجاها محفز استيميوليشن بواسطة الجروث فاكتور. هسه مثلا هنا كاتبة الأمثلة على الستيبل سيل وهي الليفر، البروكسيمال تيوبوليز اوف ذا كيدني اند ذا اندوكراين جلانس. على سبيل المثال الليفر، الليفر هنا ما ينقسم الا اذا جاء ستيموليشن بواسطه الجروث فاكتور. زين، هسه بالنسبه للنوع الثالث وهو البيرمننت سيل اللي تكون انه بيرمننت تيشيو. زين، عندنا البيرمننت سيل هي تيرمينالي ديفرينشيتد اند نون بروليفريتيف ان بوست نيتال لايف. وكأمثلة عليها ذا ماجوريتي اوف نيورونز اند كاردياك ماسل سيلز بيلونج تو ذيس كاتيجوري. يعني شو يقول هنا البيرمننت سيل هاي خلايا نهائيا ما تنقسم، يعني خلايا متمايزة بشكل نهائي بعد الولادة post natal life، إنها يعني من بعد الولادة إلى الوفاة هاي الخلايا الثابتة ما تنقسم نهائيا. مثل ما؟ مثل خلايا العضلة القلبية الجارديك مايوسايس، إذن نهائيا ما تنقسم. وكذلك النيورونز الأعصاب، وكذلك السكيتال مصل والبرين سيل خلايا الدماغ أيضا ما تنقسم نهائيا. طبعا هذا يعني كل نوع من هذين الخلايا راح يأثر على قابلية الخلايا، راح يأثر على قابلية الخلايا للاستجابة للسيلولار أدابتيشن. بعدين راح نعرف شلون، لأن أكو خلايا مثلا يصير بيها هايبرترافي، أكو خلايا مثلا ما يصير بيها هايبرترافي، وهكذا راح ناخذها بالسيلولار أدابتيشن بالبارت الثالث. وهنا لازم ننوه على فشلة انه اللابايل سيل اند ستيبل سيل، هذني الخلايا اذا صار بهن انجري فراح يصير بهن هيلينج بواسطة الريجنريشن. يعني احنا عندنا الهيلينج الواند هيلينج نوعين، يا اما ريجنريشن يا اما كونكتيف تيشو ديبوسيشن. اللابايل سيل والستيبل سيل راح يصير بها الريجنريشن، يعني راح يصير بروليفريشن اوف ريسيدوال سيلز، يعني الخلايا المتبقية راح يصير بها بروليفريشن، وراح يصير ماتوريشن اوف ستيم سيل، يعني الخلايا الجذعية هنا راح تنضج. هاي بالنسبة للابايل سيل والستيبل سيل. لكن البيرمننت سيل هنا ما يصير بها ريجنريشن نهائيا، البيرمننت سيل ما يصير بها ريجنريشن، لكن شو يصير بها؟ بدل الريجنريشن راح يصير بها فايبروسيس، لذلك راح يكون عندنا السكير. يعني هسه مثلا اذا صار دمج بخلايا الكبد، قلنا انه الليفر هو عبارة عن ستيبل سيل، اذا صار فدمج بخلايا الكبد بنسبة 80%، فهاي 20% من خلايا الكبد المتبقية راح تقدر تعوض مكان الخلايا اللي يعني اللي صار بيها دمج. زين، وكذلك ممكن ننبه على معلومة أخرى إنه الـRBC خلايا الدم هي عبارة عن permanent cell، يعني خلايا الدم الـRBC نهائيا ما تتكاثر. زين، هنا سؤال، يعني مثلا الشخص اللي يتبرع بالدم أو مثلا يصير عنده نزيف، يعني هنا ليش ما راح يخلص الدم؟ ليش ما راح ينتهي الدم؟ يعني شلون يتكاثر؟ معقولة إنه نسبة الدم ينافسها من ولادة لحد الوفاة؟ لا، أكيد الدم لازم يتكاثر. زين، شلون يتكاثر؟ هو عبارة عن permanent cell. هنا الفكرة إنه الخلايا المولدة للدم، الخلايا المولدة للـRBC
واللي هي نسميها هيماتوبويتك ستيم سيل. هيماتوبويتك ستيم سيل هاي وين موجودة؟ موجودة بالبون مارو بنخاع العظم. هاي الهيماتوبويتك ستيم سيل هي اللي تولد الار بي سي، وعدها القابلية على الانقسام، القابلية على الانقسام بشكل مستمر. لذلك يعني مثلا نشوف الشخص اللي يصير عنده لوكيميا وهو سرطان، سرطان الدم، هذا شو راح يعالجونه؟ ينطونه أول شيء علاج كيميائي حتى يقتل هاي الهيماتوبويتك ستيم سيل، الخلايا المولدة للدم الموجودة بالبون مارو راح يقتل الخلايا هاي، وبنفس الوقت راح يقتل يعني نخاع العظم راح ينتهي يموت بعد ما منه فائدة. فبهاي الحالة راح بعد ما يخضع للعلاج الكيميائي راح يسوي له عملية زرع نخاع العظم، يعني حتى ترجع الخلايا تتكاثر بشكل طبيعي، لأنه خلايا نخاع العظم هي عبارة عن خلايا انقسامية تنقسم باستمرار. زين، هنا راح نتحدث عن الكوايزنت لابايل بيرمانس بالسوستايكا. هنا مثل ما نشوف انه هذا المربع اللي باللون الوردي البيرمانس سولز، البيرمانس سولز هي مثل قلنا الار بي سي، النيورون، الجاردياك مايوسايتس وهكذا. إذن الخلايا ما عندهن القابلية على الانقسام نهائيا، ليش؟ لأنه دائما موجودة بالجاب زيرو، فلذلك هي نهائيا ما تنقسم. زين، بالنسبة للكوايزنت ستيبل سيلز، هذا المربع الكوايزنت ستيبل سيل مثل الهيباتوسايت، خلايا الكبد هاي تدخل العملية السيل سايكل من الجاب الأول، تدخل لعملية السيل سايكل من الجاب الأول، يمتى تدخل؟ فقط اذا اجاها استيميوليشن بواسطه الجروث فاكتور. وهنا مثل ما نلاحظ انه عندنا قطع بهاي الجهه، قطع هذا نسميه الريستريكشن بوينت، الريستريكشن بوينت حتى نتاكد اذا كان يعني الخليه نورمال او اب نورمال. زين، وهنا هذا هو التشيك بوينت الاول، الجاب 1 تشيك بوينت، او مثل ما نسميه جاب 1 اس تشيك بوينت، حتى نتاكد اذا كان عندنا دمج بالدي ان اي او لا. هذا هسه حكينا. وهنا الاس في شنو قلنا؟ راح يصير بعمليه كروموسوم دوبليكيشن، يعني الدي ان اي، دي ان اي ريبليكيشن. وهنا راح تمر بالجاب 2، بعدها هم راح تمر بالجاب 2 ام تشيك بوينت او الجاب 2 تشيك بوينت، حتى نتاكد اذا كانت الخليه مؤهله ويعني تقدر تدخل لعمليه الميتوسيس او لا. وهنا من بعد ما دخلت الخليه الى الميتوسيس راح تبدا تنقسم الخليه الى خليتين، وحده معناتها راح تستمر بعمليه الانقسام، ووحده معناتها راح تروح تنتهي. يعني واحدة يعني هنا راح يتكون عندنا خليتين، واحدة منهم تستمر بالانقسام وواحدة لا. هيج زين، بس العفو. هنا راح نتحدث عن البارس الثاني وهو الكنترول اوف سيل جروث. يقول انه ان امالتي سيلولار، ان امالتي سيلولار اورجانيزم كوميونيكيت ثرو chemical signals contact hormones act over a long range local mid and local mediators are secreted into the local environment. Some cells communicate through direct cell-to-cell contact and cells are stimulated when extracellular signaling molecules bind to a receptor. Each receptor recognizes a specific protein ligand. Receptors act as transducers that convert the signal from one physical form to another. هنا شنو يقصد؟ الـ control of cell growth يعني مثلاً الخلية من دخلت لعملية الانقسام، مثلاً أنا أحتاج إلى 1000 خلية فقط، 1000 خلية. زين، شلون راح تتوقف؟ يعني شلون راح تتوقف عملية الانقسام؟ شنو راح يتحكم بيها؟ ان انا راح يجي دور الكنترول اوف سيل جروث. يقول انه الكائنات الحيه اللي تكون متعدده الخلايا تتواصل بيناتها، يا اما من خلال الهرمونال ستيميوليشن او بواسطه اللوغا كيميكال ميدياتورز او بواسطه السيل تو سيل كونتاكت، راح ناخذها بعدين. هنا يقول انه الهرمونات يعني هي ايضا عباره عن جروث فاكتور. هاي الهرمونات تنتقل الى مسافات بعيده، إلى مسافات بعيدة، لكن اللوكال كيميكال ميدياتورز هاي تنتقل خلال مسافات قليلة، يعني أو يعني على الخلايا المجاورة. زين،
هنا تقول cells are stimulated when extracellular signal molecules bind to a receptor. يعني هاي مثل ما قلنا إنه الخلايا تتحفز يعني تتحفز وتبدأ بعملية انقسام إذا إجاها stimulation بواسطة الـ growth factor. وهذا growth factor راح تقعد بريسبترات معينة موجودة بالخلية. طبعا هاي الريسبترات راح تعمل كمحاولة تحول السيجنال من شكل إلى آخر. هنا هاي ما بي هذا ما بيشيل سلايد. هنا هذا المهم. زين هسه نجي شنو هي الجروث فاكتور. الجروث فاكتور is used for a protein that expands cell populations by stimulating cell division, usually accompanied by increased cell size and by promoting cell survival. يعني يقصد بهذا السلايد ان الجروث فاكتور هنا الجروث فاكتور هي عبارة عن بروتين متوسع حتى يشمل مجموعة من الخلايا. شنو وظيفته هذا الجروث فاكتور؟ هنا راح يسوي stimulating cell division، راح يحفز عملية انقسام الخلايا، وغالبا ما راح يكون مصاحب لزيادة حجم الخلايا، وكذلك راح يحفز عملية يعني يحفز الخلية للبقاء على قيد الحياة. هنا يقول انه الجروث فاكتورز ار ستيمولييتنج سيلولار بروليفريشن ميجريشن اند ديفرنشيشن اند كونتراكتيليتي. يعني يقصد ان الجروث فاكتور وظيفتها مو فقط بروليفريشن، يعني مو فقط تحفز الخليه على التكاثر او الانقسام، لا، لها وظائف اخرى، وهي انه الجروث فاكتور راح يعني يسوي بروليفريشن وهو يعني انقسام، كذلك سبب الميجريشن، الميجريشن وهو يعني انتقال الخليه من مكان الى آخر، وكذلك يسبب differentiation يعني تمايز الخلية أو تحول الخلية من شكل إلى آخر من دون ما تتأثر وظيفة الخلية، وكذلك contractility. زين a growth factor may act on a specific cell type or on multiple cell types. هنا يقصد أن growth factor ممكن أنه يعمل على نوع واحد من الخلايا أو ممكن أنه يعمل على أنواع مختلفة من الخلايا. على سبيل المثال أنه عندنا الإستروجين، الإستروجين هو عبارة عن هرمون، وقلنا الهرمونات هي عبارة أيضا عن growth factor. هذا الإستروجين ممكن أنه يشتغل على يشتغل على اليوتراين، وكذلك ممكن انه يشتغل على البريست، وهكذا يعني يحفز عملية الهايبربليجيا in the breast and uterine. يعني يشتغل على اكثر من نوع واحد من الخلايا. زين هنا وظيفة الجروث فاكتور، they induce cell proliferation by binding to specific receptors and affecting the expression of genes whose products typically have several functions. They relieve blocks on the on cell cycle progression. زين يقول إنه هذا الجروث فاكتور راح تروح تتصل بريسبترات معينة على الخلية، وراح يعني من تقعد بهذا الريسبتر راح ترسل سيجنال، ترسل سيجنال إلى جينات معينة موجودة داخل الخلية. من بعد ما تتحفز هاي الجينات بواسطة السيجنال، هاي الجينات راح يعني شلون يعني راح تنطينا يعني أنه هاي الجينات من بعد ما تحفزت بواسطة السيجنال راح تنطينا السايكلين، وهذا الساكن قلنا هو اكتف، راح يروح يكون كومبلكس مع انزيم الساكن ديبندنت كاينيز. هاي الكومبلكس راح تكون ضروريه حتى تستمر الخليه بعمليه الانقسام. وهنا ايش يقول انه they prevent apoptosis and they enhance the synthesis of cellular proteins in preparation for mitosis. يعني هاي الجروث فاكتور من بعد ما اهتم على الخليه راح تمنع عمليه تمنع الأبوبتوسيس، تمنع موت الخلية، وراح تحفز عملية انقسام الخلايا يعني كخطوة تمهيدية حتى تدخل الخلية إلى الميتوتيك فيز. زين هنا عندنا الجروث فاكتور، يعني هذا السلايد يتحدث عن طرق عمل الجروث فاكتور وهي بواسطة ثلاث طرق. نجي بالنسبة للطريقة الأولى الأوتوكراين سايجنالينج، in which a substance acts predominantly on the cell that secretes it. This pathway is important in the immune response, for example, lymphocyte proliferation induced by some cytokines, and in compensatory epithelial hyperplasia, for example, liver regeneration. يعني شنو يقصد هنا؟ يعني ده يقصد انه بالاوتوكراين سيجنالينج الخليه من بعد ما تفرز الجروث فاكتور، هذا الجروث فاكتور راح يرجع يشتغل عليها ويحفزها على الانقسام. من بعد ما تنقسم
راح تتكون عندنا خلية جديدة. هاي الخلية الجديدة أيضا راح تفرز الجروث فاكتور، هذا الجروث فاكتور راح يرجع يشتغل عليه ويحفز على انقسام وهكذا. على سبيل المثال عندنا بالإميون ريسبونس فور إكزامبل لينفوسايت بروليفريشن، يعني بالأوتو إميون ديزيز مثلا إذا صار في الدمج باللينفوسايت، هاي اللينفوسايت راح تفرز السيتوكاينيز، وهذا السيتوكاينيز راح يرجع يشتغل عليها ويحفز اللينفوسايت بروليفريشن وهكذا. وكذلك في مثال آخر الكومبنساتوري إبيذيليا هايبربليجيا، مثل ما قلنا إنه الليفر ريجنريشن، الليفر هو عبارة عن ستيبل سيل، هاي ستيبل سيل يعني تنقسم فقط إذا جاها محفز بواسطة الجروث فاكتور، فإذا صار في الدمج يعني بخلايا الكبد بنسبة 80% من خلايا الكبد صار بيها دمج، راح نسوي هاي الخلايا اللي صار بيها دمج سيلز راح نسوي لها ريموف، والخلايا المتبقية واللي تكون نسبة 20% هاي راح يصير لها ريجنريشن وتعوض مكان النقص بالخلايا. زين هسا عندنا النوع الثاني وهو الباراكراين سايجنالينج، in which a substance affects cells in the immediate vicinity of the cell that release the agent. This pathway is important for recruiting inflammatory cells to the site of infection and for wound healing. يعني بهذا النوع الباراكراين سايجنالينج يقول انه الخلية من بعد ما تفرز الجروث فاكتور، هذا الجروث فاكتور راح يروح يشتغل على خلية اخرى مجاورة وهم راح يحفزها حتى تنتج نفس المادة نفس الجروث فاكتور، وهذا الجروث فاكتور هم راح يروح يشتغل على خلية مجاورة اخرى ثالثة وهكذا، راح تتكون عندنا سلسلة من الخلايا. على سبيل المثال يعني كمثال على الباراكراين سايجنالينج وهو الانفلاماتوري ريسبونس ان ذا سايت اوف انفكشن، يعني بموقع الانفكشن اذا صارت اصابه انفكشن بمكان معين فراح تتكون عندنا النيتروفيل، هاي النيتروفيل الوحده ما راح تكون كافيه حتى يعني شلون يعني هاي النيتروفيل الوحدة ما راح تكون كافية حتى يعني تقضي على مكان الإصابة أو الخلايا التالفة damage cells، فش راح تسوي هاي الخلية النيتروفيل؟ النيتروفيل هاي راح تفرز بد cytotoxic agent أو مثلا تفرز growth factor، هذا growth factor راح يروح يشتغل على نيتروفيل أخرى مجاورة يحفزها حتى تنتج نفس growth factor، هذا growth factor أيضا راح يروح يشتغل على خلية مجاورة أخرى، وهكذا تتكون عندنا سلسلة من نيتروفيل تكون قادرة حتى تقضي على الانفكشن. زين هسه هاي بالنسبه للباراكراين سايجنالينج. بالنسبه للاندوكراين سايجنالينج ان ويش ا ريجوليتوري سبستانس such as a hormone is released into the bloodstream and acts on target cells at a distance، يعني شنو؟ يعني هاي الخليه من بعد ما راح تنطينا الجروث فاكتور راح ينتقل من خلال مجرى الدم وروح يعني يأثر على التارجت سيل، يعني على سبيل المثال عندنا الأوفري، الأوفري تنطينا الاستروجين، هذا الاستروجين ما راح يرجع يشتغل على الأوفري نفسيتها، لا يا أما راح يروح لليوتراين ويحفز الهايبربليجيا أو راح يروح للبريس همين راح يحفز الهايبربليجيا وهكذا. يعني المهم إنه الجروث فاكتور راح ينتقل من خلال مجرى الدم، هذا نسميه بالإندوكراين سايجنالينج. هنا ندي وضح لنا الفرق بين الاندوكراين الباراكراين النيورونال اند كونتاكت ديبندنت. بالنسبه للاندوكراين الاندوكراين سيل راح تنطينا الهرمون، طبعا هنا قلنا الهرمون هو عباره عن ايضا جروث فاكتور، هذا الهرمون راح ينتقل من خلال مجرى الدم وراح يروح يقعد بريسبتر معين موجوده بالتارجت سيل وهكذا. بالنسبه للباراكراين هذا الباراكراين لا، هنا هاي الخلية هاي السايجنالينج سيل هي اللي راح تنطينا اللوكال ميدياتور، يعني راح تفوز اللوكال ميدياتور هو ايضا عبارة عن جروث فاكتور راح ينتقل الخلايا المجاورة ويأثر عليها. النيورونال هنا الخلايا العصبية راح تنطينا النيون ترانسميتر وهكذا. من الكونتاكت ديبندنت، كونتاكت ديبندنت يعني يقصد انه هاي الخلية هاي هي السايجنالينج سيل، هنا هاي شنو التارجت سيل، الجروث فاكتور راح يكون شلون مرتبط بالغشاء الغشاء الخلوي للخليه ستاجنالينج سيل، راح يروح مباشره يتصل بالريسبتور مالته الريسبتور الخاص به موجود بالتارجت سيل مباشره. زين هسه هنا شنو عندنا؟
يعني هنا راح نتحدث عن عملية الانهيبيشن اند ستيميوليشن. ايش دا يقول هنا؟ growth factor is a stimuli the function of growth control genes, many of which are called proto-oncogenes because mutation in them lead to unrestrained cell proliferation characteristic of cancer oncogenesis. يعني ايش دا يقصد هنا؟ دا يقول ان الgrowth factor من بعد ما جت للخلية وصلت لها راح تستقر بريسبتر معينة وراح يعني ترسل signal حتى شون يعني تأثر على عملية الكودينج لجينات معينة موجودة داخل خلية. هالجينات نسميها بالبروتو أونكوجينز. هالجينات ايش راح تسوي؟ شنو وظيفتها؟ تعتبر هاي الجينات هي مصدر للسايكلين، تنطينا السايكلين حتى يروح ينشط السايكلين ديبندنت كاينيز وتكون لنا كومبلكس، وهذا الكومبلكس هي راح تخلي الخلية تستمر بعملية الانقسام. لذلك هاي البروتو أونكوجينز تكون كلش مهمة. ليش؟ لأنه أي ميوتيشن يصير بهاي الجينات راح يأثر على عملية البروليفريشن. يعني إذا صار فد ميوتيشن بيها معناته إنه راح يعني يصير كانسر، يعني راح يصير أونكوجينيسيس. فلذلك هاي الجينات تحتاج إلى مثبط. يعني مثلا هسه أني أحتاج إلى 1000 خلية، يعني نهاية الانقسام أحتاج 1000 خلية. شلون راح يعني أوقف هذا البروتو أونكوجينز حتى ما يولد لنا السايكلين؟ يعني حتى يوقف على يوقف عملية إنتاج السايكلين، بالتالي توقف عملية الانقسام. المسؤول عن تثبيط عمل البروتو أونكوجينز هو التيومر سبرسر جين، هذا بلون أحمر. إيش دي يقول هنا؟ دي يقول إنه the stimulation of proliferation is reduced through the other growth factor gene called control code tumor suppressor gene. يعني هسه إحنا قلنا إن البروتو أونكوجينز هي وظيفتها stimulation of proliferation، لكن tumor suppressor gene هاي تقمع عملها. tumor suppressor gene وظيفته هو inhibition of proliferation. يعني هسه بروتو أونكوجينز أنا بدنا أوقف عملها حتى ما تعطينا السايكلين، إيش راح أسوي؟ راح أجيب لها تيومر سبرسر جين. وهنا طبعاً تيومر سبرسر جين عندنا يعني أنواع مختلفة وعديدة منها. على سبيل المثال عندنا البي 53 راح نتحدث عنه بالشرائح القادمة. زين هسه هنا إيش دا يقول؟ They يقول إنه the cell proliferation control through the gene signal between proto-oncogene and tumor suppressor gene. يعني يصل إنه عملية ال proliferation أو cell division مات الخلية راح يتحكم بها من خلال gene signal بين proto-oncogene وبين ال tumor suppressor gene. لذلك هذا الجين تكون كلش مهمة، وأي خلل يصير بها راح يسبب لنا الكانسر. هسه هنا signaling molecules عندنا ايش دا يقول؟ دا يقول most signaling molecules cannot pass through the cell membrane. Their receptors are in the cell membrane. Small hydrophobic signal molecules can diffuse directly into the cell cytoplasm. Their receptors are cytoplasmic or nuclear. هنا دا يتحدث عن السيجنالك مولكيول واللي هي نفس الجروث فاكتور. دا يقول انه اغلب السيجنالك مولكيول او اغلب الجروث فاكتور ما تقدر تسوي من خلال السل ميمبرين او الغشاء الخلوي. ليش؟ لانه يعتبر هيدروفيليك. الجزيئات الجروث فاكتور اللي تكون هيدروفيليك ما تعبر من خلال الغشاء البلازمي او الغشاء الخلوي. لكن السمول هيدروفوبيك سيجنال مولكيولز، يعني الجروث فاكتور تكون هيدروفوبيك، هاي تقدر تمر او تعبر من خلال غشاء الخلوي. لذلك هنا شنو عندنا؟ بيقول انه الهايدروفيليك سيجنال مولكيول مثل ما دنشوف الجروث فاكتور، العفو اقصد السيجنال مولكيول، يعني موقع الريسبتور مال الجروث فاكتور يعتمد على الخواص الكيميائيه للسيجنالينج مولكيول. فإذا كانت هاي السيجنال مولكيول هيدروفيليك فبهاي الحالة الريسبتر مالتها راح يكون خارج الخلية وموجود على الغشاء الخلوي. مثل ما تنشوف هنا هذا هو الريسبتر موجود على البلازما ممبرين. ليش؟ لأنه السيجنال مولكيول هي هيدروفيليك. لكن إذا كانت السيجنال مولكيول هنا هيدروفوبيك يعني شنو هيدروفوبيك؟ يعني لايبوفيليك، يعني تتفاعل ويا الدهون، تمر من خلال الليبيد. فبهاي الحالة الريسبتر ما تمر راح يكون موجود، يكون موجود داخل الخلية. يعني ليش؟ لأنه السيجنال مولكيول هنا تعتبر هيدروفوبيك. زين
هنا راح نتحدث بعد شنو عن انواع السيجنال مولكيول. وات ار ذا سيجنالينج مولكيولز؟ شنو هي السيجنالينج مولكيولز؟ هي يا اما عباره عن هرمونات، هرمونات مثل ما قلنا انه الهرمونات هي جروث فاكتور مثل الانسولين والكورتيزول وغيرها، او ممكن انه هاي السيجنالينج مولكيول تكون عباره عن لوكال ميدييتر. شنو الفرق بين الهرمونز واللوكال ميدييتر؟ الهرمونز تنتقل من خلال مجرى الدم، يعني تعبر الى مسافات بعيده حتى يعني توصل التارجت سيل، لكن اللوكال ميدييتر هاي تنتقل، يعني شلون تاثيرها يكون على الخليه المجاوره، مثل الإبيديرم مال جروث فاكتور، وكذلك البلاتيليت ديرايفد جروث فاكتور، والفايبروبلاست جروث فاكتور، عن ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. هاي كانوا على اللوكال ميدييتورز اللي يكون المصدر مالتها وهو الماكروفاج. طبعا انه هاي اللوكال ميدييتورز الوظيفه مالتها هي الريبير اند بروليفريشن. زين، هسه نجي بالنسبه للنوع الثالث من السيجنال مولكيول وهو السيتوكاينيز. السيتوكاينيز بها انواع عديده مثل الانترفيرون وكذلك التيمر نيكروتيك فاكتور. زين، المهم بهذا السلايد هو انه نعرف موقع الريسبتر يعتمد على الخواص الكيميائيه للسيجنال مولكيول. اذا السيجنال مولكيول كانت هيدروفيليك فمعناته انه الريسبتر راح يكون على البلازما ممبرين، لكن اذا كان السيجنال مولكيول عباره عن سمول هيدروفوبيك معناته انه الريسبتر راح يكون داخل الخليه، بالتحديد يا اما بالسيتوبلازم يا اما داخل النواه. زين، هذا السلايد يوضح لنا الفرق بين الديفايد وهو انقسام الخلايا اي زيادة عدد الخلايا، والديفرنشييت وهو تحول الخلية اي تمايز الخلايا، يعني تحول الخلية من شكل الى اخر من دون ان يؤثر على الوظيفة الخلوية، والداي هو تحول الخلية من اكتف سيل الى ان اكتف. زين، هسه نجي هذا السلايد السيل سايجنالينج اند بروليفريشن، هذا يعتبر يعني كمراجعة اللي هسه شرحناه. هسه نجي نشوف هنا ايش منطين. يقول انه اور بوديز كونسيست اوف ماني سيلز ذات كوميونيكيت ثرو، اولا هرمونال ستيميليشن. يعني شنو هرمونال ستيميليشن؟ يعني انه الاندوكراين سيل راح تنطينا الجروث فاكتور اللي هو عبارة عن هرمون راح ينتقل من خلال مجرى الدم وراح يروح يقبل سبته معين موجود بالتارجت سيل. بالنسبة للوكال كيميكال ميدييتورز يعني يقصد انه السيجنالينج سيل راح تعطينا الجروث فاكتور واللي هو عبارة عن لوكال ميدييتور راح يروح يقبل سبته معينة موجودة بالتارجت سيل اللي تكون قريبة من السيجنالينج سيل. بالنسبة للسيل تو سيل كونتاكت، يعني هذا وضحته هنا بالرسم، يقصد انه هاي السيجنالينج سيل وهنا هاي عندنا التارجت سيل، الجروث فاكتور اللي هنا باللون الاحمر يكون متصل بالبلازما ممبرين، متصل بالبلازما ممبرين، وهنا عندنا الريسبتور راح يكون هنا بالتارجت سيل، فراح يصير اتصال مباشر بين السيجنال سيل والتارجت سيل. زين، هسه نجي هنا نشوف ايش مكتوب. زين، cell proliferate when stimulated by growth factor the spined myelinated receptors tyrosine kinases. يعني انا راح اشرحها، راح احكي وبعدين اشرحها. the signaling pathways override the normal brakes on proliferation. These brakes are part of the cell cycle control system. This ensures the cells divide only under appropriate circumstances. يعني شو اللي يقصد هنا؟ يقول انه حتى تنقسم الخليه حتى تصير البروليفريشن او السل ديفيجن، فهنا راح نحتاج الى جروث فاكتور. جروث فاكتور هو اللي يخلي الخليه تدخل من الجاب 0 الى جاب 1، وكذلك راح نحتاج الى هذا الكنترول سيستم واللي هو الكومبلكس اللي راح يدخل الخليه او يعني يخليها تنتقل وتعبر من فيز الى فيز اخر. وهذا الكنترول سيستم، الكنترول سيستم اللي يتكون من السايكلين والساكين ديبندنت كاينيز، راح تكون هنا يحتوي على بوينت نسميها بريكس او هي نفسها تشيك بوينت، راح تكون ضروريه حتى تتاكد انه الطور السابق او الفيز السابق انتهى حتى تعبر الخليه للفيز يعني القادم. زين، هسه نجي هنا why we need to control cell cycle or cell division. احنا ليش نحتاج حتى نتحكم بعملية cell division؟ ليش الكنترول هذا مهم؟ مهم لانه اذا هاي الخلايا يعني ما صار لها كنترول، فراح يعني يصير انقسام بشكل مستمر، الخلايا تنقسم بشكل غير مسيطر عليه، وبالتالي راح يسبب الكانسر. هذا الصورة اللي هنا، هذا فد مراجعة للسوسايكا. زين،
هنا عندنا to control cell division we need three types of signals. يقول إنه عندنا أنواع من السيجنالز. هاي السيجنالز اللي أخذناها تنقسم حسب وظيفتها إلى ثلاثة أنواع حتى نقدر نتحكم بعملية السيل ديفيجن. النوع الأول وهو البوزيتيف سيجنالز. يمتى السيجنال راح نسميه بالبوزيتيف سيجنال؟ إذا هاي السيجنال كانت وظيفتها وهو يعني شلون تحفز الخلية على الجرو انتيفايد يعني تحفز البروليفريشن، فراح نسمي هاي السيجنال بالبوزيتيف سيجنال، يعني وظيفتها تظل سيل تو جرو انتيفايد. زين هسه بالنسبة للنيجاتيف سيجنال، النيجاتيف سيجنال وهو يعني شلون عكس البوزيتيف سيجنال، يعني راح يمنع الخلية من انه تنقسم هول ذا سيل ديفيجن. زين بالنسبة للتشيك بوينتس هاي هسه حكيناها، تايم بوينتس دورينج سيل ديفيجن وير ذا سيل ديزاير تو كونتينيو ذا سايكل اور نوت، هي عبارة عن بوينت موجودة بالسيل سايكل، هاي البوينت تقرر اذا كانت الخلية راح تستمر بعد الانقسام او تتوقف عملية الانقسام. زين هسه نجي هنا دا يتحدث عن البوزيتيف سايجنالز اللي اخذناه هنا، بس راح نوضحها بشكل اكثر. يعني هنا خلينا نشوف ايش مكتوب. يقول multiple proteins most important cycling and cycling dependent kinase cycling always present in active form while cycling dependent kinase present in inactive form and need to form a complex with cycling to be activated. يعني يقصد انه cycling وال cycling dependent kinase هي عبارة عن positive signals، تنطي positive signals. وده يقول انه cycling موجود بشكل active، موجود بشكل اكتف، والتركيز مالته يختلف من فيز الى اخر وبانواع عديده. لكن السكند ديبندنت كاينيز بالعكس، هذا الانزيم يكون ان اكتف، شرط انه اذا ارتبط بالساكنين راح يتحول اكتف. هاي عرفناها يعني مساحجينها، وهذا راح يعني السكند ديبندنت كاينيز من راح يرتبط بالساكنين راح يتكون عندنا كومبلكس نسميها بالكنترول سيستم. هسه مثل ما تشوف هنا بهذا الرسم دا يقول انه هاي السكند ديبندنت كاينيز هنا ان اكتف لان ما مرتبطه بالسايكلين، بالتالي الاس فيز هنا ما راح تبدي لان الانزيمات اللي مسؤوله عن الدي ان اي ريبليكيشن متوقفه، وهنا السكند ديبندنت كاينيز ان اكتف. زين لكن هنا عندنا هذا السكند ديبندنت كاينيز اذا ارتبط بالجاب 1 اس سايكلين، طبعا احنا مثل ما نعرف انه السايكلين بانواع عديده، مثل ما مثل عندنا الجاب 1 اس سايكلين واللي نسميه بالاسم الاخر وهو الاي سايكلين. هذا شنو وظيفه الاي سايكلين؟ مسؤول عن تحفيز الخليه حتى تعبر من الجاب 1 الى اس فيز. زين هذا السايكلين الاي سايكلين راح يرتبط بالسايكلين ديبندنت كاينيز حتى تتكون عندنا كومبلكس، بالتالي راح يبدا تنشيط السايكلين ديبندنت كاينيز. لكن السايكلين اذا ارتبط بالسايكلين ديبندنت كاينيز ما راح يعني السايكلين ديبندنت كاينيز ما راح يتنشط بشكل تام، يعني صح راح يبدا التنشيط بس مو بشكل تام، فلذلك نحتاج الى الفوسفوريليشن، لازم تصير عمليه الفسفره حتى يتنشط السايكلين ديبندنت كاينيز بشكل تام. وهنا السايكلين مثل ما نعرف انه هو ما الى نشاط انزيمي يعني خاص به، لكن يحتوي على يعني مواقع معينة، هذا المواقع يعني تكون خاصة حتى ترتبط بها سبستريت معينة، وكذلك اكو مواقع بي حتى ترتبط يعني يرتبط بالساكن ديبندنت كاينيز، ويعني هذا ما راح تتكون عندنا الكومبلكس يلا يبدا التأثير مالته. وهنا من بعد ما تتكون عندنا الكومبلكس اكتف كومبلكس راح تتنشط الانزيمات، يعني راح تنتقل الخلية من الجاب 1 إلى اس فيز، وراح تتنشط الانزيمات اللي مسؤولة عن الدي ان اي ريبليكيشن، يعني تبدي عملية الاس فيز. هنا الاس فيز بيجنز. زين هسه هنا هذا السلايد يتحدث عن انواع السايكلين، سايتس اوف سايكلين افكت. زين هسه هنا هذا الشريحة يتحدث عن السيل سايكل. هنا عندنا هذا الجاب 1، هذا جاب 1، وعندنا هاي المرحلة هاي هي الاس فيز، وعندنا هنا هاي هي الجاب 2، وهنا عندنا هاي الميتوتيك فيز. زين
لان هاي الجاب وان شي يصير بيها يصير بيها جروث ات نورمال ميتابوليك روز، وهنا عندنا الاس في يصير بيها دي ان اي ريبليكيشن، والجاب 2 يصير بيها جروث اند بريباريشن فور مايتوسيس، يعني الخليه تتهيئ حتى تدخل عمليه مرحله الميتوتيك فيز. زين هسه هنا خلينا نشوف ايش مكتوب. ده يقول انه سايكلين دي انتر ذا سيل ان جاب 1، سايكلين اي بروموت ذا سيل تو جروث فروم جاب 1 تو اس، سايكلين اي بروموت ذا سيل تو كونتينوس اس فيز، وسايكلين بي بروموت ذا سيل تو كونتينيو ميتوتيك فيز فروم ميتا فيز تو انا فيز. زين يعني يقصد انه بس لحظه يقصد انه هذا السايكلين، هذا السايكلين دي يدخل للخليه وين؟ بالجاب 1، يدخل للخليه بالجاب 1. وبعد عندنا هذا السايكلين اي، عندنا هذا السايكلين اي شنو وظيفته؟ يحفز الخليه حتى تدخل من الجاب 1 الى اس فيز، هاي وظيفه السايكلين اي. زين هسه من بعد ما ينتهي السايكلين اي راح يشتغل عندنا السايكلين اي، هذا شنو وظيفته؟ يحفز الخليه حتى تستمر بالسينثيسيس سينثيسيس فيز، يعني تستمر عمليه الدي ان اي ريبليكيشن، هاي وظيفه السايكلين اي. وهنا عندنا شنو؟ طبعا هذا السايكلين دي هذا السايكلين دي وسايكلين اي وسايكلين اي هذني يدخلن للخليه بالانترفيز، ما عدا عندنا هذا السايكلين سايكلين بي، هذا يدخل للخليه بالميتوتيك فيز. ليش؟ حتى يحفز الخليه على الاستمرار بالعبور من الميتافيز الى الانافيز. زين هسه نجي هنا بالنسبه للنيجاتيف سايجنالز السيل سايكل ارست، راح نجي ناخذ على سبيل المثال البي 53 هو عبارة عن بروتين، هذا موجود داخل الخلية. هذا البروتين يعمل كتيومر سبرسر جين، يعني ما يخلي الخلية تنقسم بشكل سريع او بمعدل غير مسيطر عليه، لازم يسيطر على عملية انقسام الخلية. طبعا هذا البي 53 يمتلك وظيفتين، بي 53 it has two functions repair the problem and kill the cell، يعني هذا البي 53 له وظيفتين، يا اما يصلح الخلل اللي يصير بالخليه خلال السيل سايكل، يا اما يقتل الخليه من خلال الابوبتوسيس. زين هسه نجي لهذا الرسم. مثلا عندنا خليه دامج سيل، هاي دامج سيل يعني شنو بيها؟ دامج بالدي ان اي، دامج بالدي ان اي، فهاي الخليه تريد تعبر من الجاب 1 الى اس فيز. زين هي اصلا بيها دي ان اي دامج، شلون تعبر؟ احنا قلنا انه ما يصير دي ان اي ريبليكيشن اذا عندنا دي ان اي دامج، لانه اذا صار دي ان اي ريبليكيشن واكو بالدي ان اي دامج معناته انه راح يصير كانسر، راح يسبب سرطان. فهنا راح يجي دور البي 53 هنا حتى تعبر الخليه من الجاب 1 الى اس فيز تحتاج الى شنو؟ تحتاج الى هذا الكومبلكس اللي يتكون من السايكلين ديبندنت كاينيز اند جاب 1 اس سايكلين، هذا اذا كان نشط، هذا الكومبلكس اذا كان نشط الخليه راح تعبر من الجاب 1 الى اس فيز. لكن اذا عندنا دي ان اي دامج معناته انه هاي الكومبلكس لازم نخليها ان اكتف. زين شلون راح يعني نحولها من نشطة الى غير نشطة؟ شو راح نوقف عملها؟ راح يجي دور البي 53 راح يخلي السايكلين ديبندنت كاينيز انهبيتر يرتبط بهاي الكومبلكس، يرتبط بهاي الكومبلكس، هذا هو السايكلين ديبندنت كاينيز انهبيتر يرتبط بالكومبلكس، فراح يتحول الى ان اكتف كومبلكس، فراح يتوقف عمل هذا الكنترول سيستم. وهنا لما راح يتوقف عمله يعني الخلية راح تتوقف بالجاب 1، وهنا البي 53 يا اما راح يعالج هذا الخلل اللي صار بالخليه يا اما راح يقتل الخليه من خلال الابوبتوسيس. زين بالنسبه للبارت الثالث من هاي المحاضره اللي يتحدث عن السيلولار ادابتيشن، شنو معنى السيلولار ادابتيشن؟ التكيفات الخلويه are reversible chains and number size or function of cells in response to variety of stimuli. يعني يقصد انه cellular adaptation هي عبارة عن تغيرات عكسية تحدث في الخلية تأثر على عدد الخلايا، حجم الخلايا او وظيفة الخلية كاستجابة لمحفز خارجي. زي مثل من هاي cellular adaptation مثل hypertrophy, hyperplasia, atrophy and metaplasia.
This stimuli, may raise under physiological or pathological conditions. يعني يقصد إنه هاي السيل الأدابتيشن ممكن أن تحدث يا أما أسباب فيزيولوجية يعني أسباب طبيعية يا أما يعني لأسباب مرضية بسبب مرض راح تصير هاي السيلولار أدابتيشن. The way that the cells adapt in terms of growth or proliferation. Proliferation depends on their ability to divide. يعني يقصد أنه قابلية الخلية على التكيف تعتمد على قابلية الخلية على الانقسام. زين هنا دا يقول أنه increased workload يعني adaptation. Stress يعني reversible injury. Increased stress يعني irreversible injury. نيجي نوضح هذا الشرح على هذا الرسم اللي هنا. مثل ما دا نشوف هنا دا يقول أنه عندنا normal cell homeostasis يعني خلية عادية مستقرة. هنا نلاحظ عندنا سهمين. السهم الأول إذا الخلية تعرضت إلى endogenous stimulus يعني الخلية إذا تعرضت إلى endogenous stimulus هنا راح يصير بها injury. هذا الانجر ممكن إنه يكون reversible injury عن الخلية تقدر ترجع إلى وضعها الطبيعي. لا ممكن إنه يكون irreversible injury يعني الخلية ما راح تقدر ترجع إلى وضعها الطبيعي بالتالي راح تموت. يا أما يصير بها apoptosis يا أما يصير بها necrosis. زين هسه هنا عندنا ستريس يعني الخلية إذا تعرضت إلى ستريس أو إنكريز ديمان. يعني شنو ستريس؟ يعني مثلا شلون المدخن هذا أيضا يعتبر التدخين يعتبر ستريس. بعدين راح نعرف شلون هذا يعتبر ستريس أو بسبب زيادة الطلب الوظيفي إنكريز ديمان. إذا زاد الطلب الوظيفي فهنا شنو راح يصير؟ راح يصير أدابتيشن. الخلية إذا صار لها أدابتيشن يعني ممكن إنه ترجع إلى وضعها الطبيعي، لكن إذا كانت غير قادرة على التكيف فمعناته إن الخلية راح يصير بيها شنو؟ راح يصير بيها إنجري. وقلنا مثل ما يعني الإنجري ممكن يكون ريفرسيبل، ممكن يكون إنه يكون ريفرسيبل إنجري بالتالي الخلية راح تموت. هسه نجي بالنسبة للنوع الأول من السيلولار أدابتيشن وهو الهايبرترافي. الهايبرترافي زين هو شنو هو الهايبرترافي؟ خلينا نجي نتعرف عليه. انكريز الهايبرترافي هو عبارة عن انكريز in the sizes of individual cells resulting in an increase in the size of organ. الهايبرترافي هو عبارة عن زيادة في حجم الخلية يؤدي إلى زيادة في حجم العضو، يعني هو زيادة في حجم الخلايا. زين reactions induced by physiological stimuli or pathological stimuli. مثل ما قلنا انه الهايبرترافي هايبرپلاجيا بقية التكيفات تحدث يا اما بسبب محفز فيزيولوجي physiological stimuli او بسبب pathological stimuli. وهنا ليش راح تصير هاي عملية الهايبرترافي؟ حتى تمنع الخلية، يعني ما راح تخلي الخلية يصير بها انجري. زين هنا دا يقول ليش انه الخلية راح يزداد الحجم مالتها؟ ليش يزداد؟ The cell enlarge due to increase in the amount of cytoplasm and cytoplasmic organelles. يعني دا يقول انه الخلية راح تتضخم ويعني شلون يكبر حجمها. ليش؟ لانه السيتوبلازم راح يعني تزداد كمية السيتوبلازم وتزداد كمية العضيات السيتوبلازمية. زين the most common stimulus for hypertrophy of muscle is increased workload. يعني الهايبرتروفي اللي يصير بالعضلات المسل يعني اكثر اغلب المحفزات اللي يسبب الهايبرتروفي بالمسل هو increased workload يعني ازدياد الطلب الوظيفي. زين هسه هاي عرفناها. يعني هسه هنا مثل ما تلاحظ انه هاي الخلايا نشوف هنا هاي حجمها صغير لكن هنا هاي شنو زاد الحجم مالتها، هذا نسميه هايبرترافي. هسه نجي هنا بالنسبة للهايبرترافي هنا أخذنا الهايبرترافي لكن راح نجي ناخذ الهايبرترافي. الهايبرترافي هي مو عكس الهايبرترافي، لا تختلف عنها. الهايبرترافي ما نقدر نعتبرها من ضمن السيلولار ادابتيشن. ليش؟ لانه مثل ما قلنا انه السيلولار ادابتيشن هي عباره عن ريفرسيبل تشينج، هي عباره عن تغيرات عكسيه، لكن هنا الهايبرترافي هو عباره عن irreversible change. فلذلك ما يصير نعتبره من ضمن السيلولار ادابتيشن. زين هسه شنو هو الهايبرترافي؟
هو عبارة عن incomplete development of an organ with reduced cell numbers، يعني هو عبارة عن عدم اكتمال تطور العضو اللي يكون مصاحب بنقصان عدد الخلايا. زين، هسه مثل ما قلنا انه هنا الهايبرترافي ممكن انه تحدث لأسباب فيزيولوجية، ممكن تحدث لأسباب باثولوجية. فعلى هذا الأساس راح نقسم الهايبرترافي الى physiological hypertrophy او pathological hypertrophy. هسه خلينا نشوف هنا ايش مكتوب. hypertrophy can be physiological physiologic or pathologic and is caused by increased functional demand increased functional demand، يعني راح نسميها compensatory hypertrophy or by specific hormonal stimulation. يعني الهاي hypertrophy ممكن تكون physiological hypertrophy or pathological، وكذلك ممكن أن تكون compensatory hypertrophy يعني بسبب زيادة التطلب الوظيفي، أو ممكن أن تكون hormonal hypertrophy بسبب زيادة التحيز الهرموني. نجي نشوفه بهذا الرسم. يقول أنه الفيزيولوجيكال هايبرتروفي يا أما compensatory، يعني شنو compensatory؟ يعني زيادة الطلب الوظيفي راح يصير هايبرترافي بالخلايا، مثل عندنا السكيليتال ماسلز اند ويت ليفترز، يعني البودي بويلدر هنا راح يصير عندهم هايبرترافي بالسكيليتال ماسل. كذلك هنا دا يقول انه الكيدني انلارجمنت ان بايشنت وذ سنجل كيدني، يعني الشخص مثلا اذا صار عنده خلل باحد يعني بكليه، فراح يعني شلون راح يسوي عمليه حتى يزيل هذا الكليه، لكن الكليه الثانيه الكدني الثانيه راح تعوض هذا النقص. يعني هي مثلا خلينا نقول انه وظيفه الكليه تتوزع 50% على الكليه الاولى وال50% يعني 50% على الكليه اليمنى و50% على الكليه اليسرى. فمثلا اذا سوى عمليه ازال الكليه اليسرى، فهاي الكليه اليمنى راح يزداد الطلب الوظيفي لها، فراح يصير بها هايبرترافي. هذا القصد. زين، هسه بالنسبة للهرمونال هايبرترافي، هرمونال هايبرترافي يوتراين اند بريست انلارجمنت دورينج بريجنانسي، يعني يقصد انه خلال البريجنانسي خلال الحمل فراح يزداد هرمون الاستروجين. هذا الهرمون الاستروجين اللي ينفرز من قبل الاوفري راح يروح يروح لليوتراين ويروح للبريست، فراح يسبب يعني يصير بيه هايبرترافي. زين، هسه هي بالنسبه للفيزيولوجيكال هايبرترافي. لكن الباثولوجيكال هايبرترافي ممكن ايضا ان تكون شنو، تكون بسبب زياده الطلب الوظيفي يعني كومبنساتوري، مثل الكاردياك ماسلز هايبرترافي ديو تو كرونيك هيمو دايناميك اوفرلود فور اكزامبل ان كنترول هايبرتنشن اور فالف انكومبيتنس. يعني يقصد انه ممكن يصير هايبرترافي بالعضلة القلبية كاردياك مايوسايت. ليش؟ لأنه يا أما بسبب الهايبرتنشن يعني زيادة الضغط. احنا نعرف انه كل ما يزداد الضغط راح يزداد تدفق الدم، يعني اذا زاد الضغط فهنا القلب راح يحتاج الى ضخ كمية كبيرة من الدم، فهنا راح يصير هايبرترافي بالقلب. او ممكن انه يحدث سبب اخر وهو الفالف هارت ديزيز، يعني اذا صار مرض بصمامات القلب فهنا هم راح يصير هايبرترافي بالكاردياك ماسل. زين، هنا هاي فد امثله اخرى. ها هنا عندنا بعد شنو، عندنا الهرمونال ستيميوليشن، الهرمونال نتيجة التحفيز الهرموني ايضا ممكن انه يصير باثولوجيكال هايبرترافي. مثل انه السيلز انلارجمنت ان سايتوميغالو فيروس انفكشن. يعني هنا هذا السيتوميغالو فيروس انفكشن هو عبارة عن اصابة تصيب الجسم بسبب فيروس معين. هذا الفيروس راح شلون يستوطن على الخلايا اللي يصيبها، راح يسبب بيها انلارجمنت، يعني راح يصير بيها هايبرترافي حتى يقدر يسوي نسخ من نفسه وبالتالي يقدر يتكاثر بالجسم. فهذا السيتوميغالو فيروس انفكشن ايضا ممكن انه يسبب
الباثولوجيكال هايبرتروفي، وكذلك السموث ماسلز اوف يورينري بلادر اف ذس از يورين اوت فلو اوبستراكشن. يعني مثلا ده يقصد انه ممكن انه يصير هايبرتروفي بالعضلات المسالة المثانه بسبب اي عائق او انسداد يصير بمجرى البول. هنا أنا راح نجي ناخذ امثله اضافيه على الهايبرتروفي. ده يقول انه physiological hypertrophy هسه حكيناها مثل الاثليتس والميكانيكال وركرز يعني البادي بويلدر حكينا عليها، وهنا اليوترس ان بريجنانسي. اليوترس ان بريجنانسي قلنا انه خلال البريجنانسي راح يزداد هرمون الاستروجين، فراح يزداد يعني حجم وعدد الخلايا للبريس اند اليوتراين، يعني راح يصير بنفس الوقت هايبربليجيا وهايبرترافي. هنا زادن هايبربليجيا يعني يصير هايبربليجيا وهايبرترافي دورينج بريجنسي بسبب التحفيز الهرموني. ممكن هنا يصير باثولوجيك هايبرترافي بسبب يعني مثل الليفت فنتيكولار هايبرترافي، قلنا بسبب يا اما الهايبرتنشن يا اما الاورتيك فالف ديزيز. يعني اذا صار فد مرض بالصمام الابهر فبهاي الحاله راح شلون يصير هايبرتروفي بالليفت فنتيكولار. زين هسه نجي هنا why does uterine enlargement occur during pregnancy. ليش يصير يعني ليش يصير تضخم باليوترين خلال البريجنسي؟ هنا لاسباب، منها the massive physiologic enlargement of the uterus during pregnancy occurs as a consequence of estrogen stimulated smooth muscle hypertrophy and smooth muscle hyperplasia. يقول انه يزداد او يحدث تضخم بحجم اليوترين خلال البريجنسي بسبب زيادة هرمون الاستروجين، فهذا هرمون الاستروجين راح يسبب smooth muscle hypertrophy and smooth muscle hyperplasia of the uterine. يعني راح يصير تضخم وزيادة بعدد خلايا الرحم. وهنا هذا الشرح يوضح لنا الفرق بين normal uterus non pregnancy and هنا gravid uterus. هنا مثل ما نلاحظ النورمال يوتراس راح يكون الخلايا حجمها صغير، لكن هنا راح تزداد المسافة وتكون يعني يزداد حجم الخلايا، دليل على حصول الهايبرتروفي. هنا ايضا يقارن بين الكومبريجن بتوين نورمال هارت وكذلك الهايبرتروفايد هارت. يعني هنا ده يقصد انه الفرق بين هذا القلب هو النورمال هارت، وهنا هذا القلب صار يعني شلون الصوره للقلب اللي بيه هايبرتروفي. ممكن انه هذا الهايبرتروفي اللي بالقلب صار يا اما بسبب الهايبرتنشن او مثل ما قلنا بسبب الهارت فالف ديزيز. جيم هنا عندنا بهذا الشريحة هذا يوضح ان انه الهايبرتروفي هو زياده بحجم الخلايا وليس عدد الخلايا. يعني مثلا ما نلاحظ هنا عندنا حجم الخلايا كان صغير، هنا راح يزداد حجم الخلايا هيك. هذا هو الهايبرتروفي. زين هنا ايش دا يقول انه الهايبرتروفي اوف سموث ماسلز مثل البايلوريك ستينوسيس، عند ممكن انه يكون كومبنساتوري هايبرتروفي مثل اللي يصير بالكدنة. هذا حكينا عنها كامثله عن الهايبرتروفي، هنا حكينا عنها. زين هنا هسه دا يقول انه الكروس تشينز التغيرات اللي يعني التغيرات اللي راح تصير بالخليه او العضو اللي يصير بيه هايبرتروفي، وهي انه هذا العضو راح يصير انلارجد اند هيفي اورجان، يعني راح يتضخم وراح يعني شلون يقل الوزن مالته. وكذلك هنا راح يصير انكريز دي ان اي ار ان اي بروتين سيل اورجان سينثيسيس، يعني راح يزداد عمليه السينثيسيس للدي ان اي والار اي الار ان اي والبروتين وكذلك السيل اورجانوس. تمام هسه هاي لحد هنا بالنسبه للهايبرتروفي خلصنا. نجي عندنا ثاني شيء هايبربليجيا. شنو هي الهايبربليجيا؟ هايبربليجيا او مثل ما نسميها بفرط التنسج، هايبربليجيا از ان انكريز ان ذا نمبر اوف سيلز ان ان اورجان اور تيشو يوجوالي ريزولتنج ان انكريز فوليوم اوف ذا اورجان اور تيشو.
hyperplasia and hypertrophy frequently occur together and they may be triggered by the same external stimulus. يعني يقصد انه hyperplasia واللي هي فوضى التناسج يعني زيادة عدد الخلايا اللي يسبب زيادة في حجم العضو او النسيج. ومثل ما قلنا انه الهايبربليجيا اند هايبرتروفي ممكن انه تحدث يعني غالبا تحدث سوية وممكن انه يصير بنفس الاستيميز بنفس المحفز. زين هسه عندنا بعد شنو وهذا هايبربليجيا تيك بليس. Hyperplasia takes place if the subpopulation capable of replication. يعني يقصد ان الهايبربليجيا تصير فقط بالخلايا الانقسامية يعني مثلا اللابايوسل او مثلا الستيبوسل، لكن هايبرولوجيا اغلب الاحيان تصير وين باللابايوسل، ليش؟ لان هي عباره عن خلايا انقساميه. زين هنا عندنا شنو مصطلحات لاتينيه، هايبر يعني كل شيء يقل على الكثره او الزياده، بلينتي اكتيف اد مور، بليجيا يعني ديفلوبمنت، هاي مصطلحات لاتينيه. زين هسه هنا عندنا شنو، عندنا الميكانيزم اوف هايبربليجيا. خلينا نشوف. Hyperplasia is generally caused by increased level production of growth factors, increased levels of growth factor receptors on the responding cells, or activation of particular intracellular signaling pathways. In hormonal hyperplasia, the hormones may themselves act as growth factors and trigger the transcription of various cellular genes. هنا الميكانيزم اوف هايبربليجيا هي اولا راح يزداد انتاج عوامل النمو، وبالتالي راح يزداد مستوى او كفاءة الريسبتورز المستقبلات الخاصة بالجروث فاكتور او عوامل النمو الموجودة بالريسبوندينج سيلز او مثل ما نقول هي التارجت سيلز، او ممكن تحدث لسبب انه تنشيط اشارات او السايكلينج معينة موجودة داخل الخلية، هاي السايكلينج راح تسبب زيادة عدد الخلايا. وكذلك يقول انه فرط التناسج اللي تحدث لأسباب هرمونية، ومثل ما قلنا أن الهرمونات هي عبارة عن growth factor، هاي الهرمونات يعني من توصل للتارجت راح تدز السايكنال حتى يعني توصل لجينات معينة موجودة داخل الخلية تتدخل بالترانسكريبشن لهاي الجينات حتى سبب زيادة عدد الخلايا. زين هسا هنا هاي بالنسبة للميكانيزم. نجي هنا مثل ما قلنا انه السيلولار ادابتيشن ممكن تحت لاسباب فيسيولوجيه او لاسباب باثولوجيه. هسه هنا راح نجي نعرف شنو معنى الفيزيولوجيكال هايبربليجيا. فيزيولوجيكال هايبربليجيا ممكن ان تكون هرمونيه هرمونال هايبربليجيا، او ممكن تكون تعويضيه كومبنساتوري هايبربليجيا تعويضيه. هسه نجي اولا راح نشوف شنو معنى هرمونال هايبربليجيا. Hormonal hyperplasia which increases the functional capacity of a tissue when needed a proliferation of the glandular epithelium of the female breast at puberty and during pregnancy. يعني يقصد انه خلال البيبرتي اند البريجنسي راح يزداد هرمون الاستروجين، بالاخص يعني راح نتحدث عن هرمون الاستروجين. يزداد هرمون الاستروجين يعني بشكل طبيعي بالجسم، هذا هرمون الاستروجين يعني يتم انتاجه من قبل الاوفري، راح يتجه نحو البريس وراح يوصل الى ريسبتورات معينه موجوده داخل الجلاندولار ابيثيليوم حتى يعني يتدخل بعمل ترانسكريبشن لجينات معينه وبالتالي يزداد عدد الخلايا. هاي بالنسبه للهرمونيه. وهنا ايش يقول بعد؟ دي يقول انه برايس ديونك لاكتيشن، البرايس اثناء اللاكتيشن ايضا راح يصير بهايبربليجيا اند هايبرترافي. يوتراس ان بريجنسي يزداد حجم الرحم خلال البريجنسي بسبب هرمون التستوستيرون ايضا عفوا الاستروجين. وهنا عندنا شنو البروستات ان اولد مان، هنا نتيجه لكبر يعني الاشخاص الكبار بالسن هاي ايضا راح يصير عندهم بروستاتيك هايبربليجيا لاسباب فيسيولوجيه. بعد عندنا هنا كومبنساتوري هايبربليجيا التعويضيه which increases tissue mass after damage or partial resection following partial liver resection. يعني يقول انه مثل ما قلنا انه الليفر، يعني هنا راح نتحدث كمثال على الليفر، راح ناخذ الليفر وهو عباره عن ستيبل سيل مثل ما قلنا، هي خلايا انقساميه، فقلنا انه اذا صار تلف خلايا الكبد بنسبة 80% فالخلايا المتبقية اللي ما صار بيها دمج واللي تكون بنسبة 20% راح يصير بيها هايبربليجيا، أو ممكن يصير بيها أيضا هايبرترافيا حتى تقدر تعوض مكان هذا الدمج. أو أيضا إذا يعني خلال عملية جراحية الاستئصال الجزئي للكبد أيضا بعد العملية راح يصير هايبربليجيا. زين
هسه هنا هذا الاستاد يوضح لنا الفرق بين الهايبرترافي اند هايبربليجيا. مثل ما قلنا الهايبرترافي هو زياده حجم الخلايا من دون ان يؤثر على عدد الخلايا، والهايبربليجيا هو زياده عدد الخلايا من دون ان يؤثر على حجم الخليه. زين هسه هاي لحد هنا الفيزيولوجيكال هايبربليجيا، راح نيجي ناخذ الباثولوجيكال هايبربليجيا. هسه هنا عندنا الباثولوجيكال هايبربليجيا يعني فوضى التناسج اللي يحدث لاسباب مرضيه. نجي نشوف هنا الامثله عندنا. Endometrial hyperplasia is an example of abnormal hormone-induced hyperplasia. This results in absurd or relative increases in the amount of estrogen with consequent hyperplasia of the endometrial glands. This form of hyperplasia is a common cause of abnormal menstrual bleeding. يعني هسا احنا مثل ما نعرف انه خلال البيبرتي راح يزداد هرمون الاستروجين، وكذلك نعرف انه البويضه تستقر بالجدار او الطبقه الداخليه للرحم واللي نسميها بالاندوميتريال لاير. هذا الاستروجين من راح يعني تزداد كميته راح يسبب المنستورال سايكل، راح يعني شلون تنزل البويضه وكذلك الطبقه الداخليه لجدار الرحم. هاي خلال البيبرتي يعني قبل سن الياس، لكن بعد سن الياس يعني هاي قبل سن الياس يزداد هرمون الاستروجين ويسبب البليدنج لاسباب فسيولوجيه يعني طبيعي، لكن بعد سن الياس يعني خلينا نفرض انه من بعد 45 سنه فوق، هذا من بعد سن اليأس، هنا المفروض انه يقل انتاج هرمون الاستروجين، لكن بالعكس راح يزداد انتاج هرمون الاستروجين مثل ما يقول هنا الاكسسيف هرمون شلون هنا عندنا انكريز ان ذا اماونت اوف استروجين، راح تزداد كميه الاستروجين بعد سن اليأس، فراح تسبب يعني اب نورمال ميستورال سايكل. هو المفروض انه بعد سن اليأس تنقطع الميستورال بليدنج، لكن بسبب زياده هرمون الاستروجين راح تظل مستمره حتى بعد سن اليأس. فهاي يعني هنا الطريقه الوحيده حتى نعالج هاي الحاله هو انه نسوي استئصال للرحم. زين هسه هاي بالنسبه للمثال الاول. عندنا هنا ثانيا benign prostatic hyperplasia is another common example of pathologic hyperplasia induced by responses to hormones. In this case androgens constitutes a fertile soil in which cancerous proliferation. زين هنا بس لحظه ملاحظة على المثال الأول، إنه الطريقة الوحيدة حتى نعالج الابنورمال ميستورال بليدنج هو إنه نسوي استئصال للرحم، لأنه هاي هذا الهايبربليجيا اللي يصير بالرحم بعد سن اليأس راح يسبب لنا يعني راح يسبب الابنورمال ميستورال بليدنج، راح يعني شلون راح يصير سرطان بالرحم، فلذلك لازم يصير له استئصال. عندنا هنا النقطة الثانية وهو الهايبربليجيا بنين بروستاتيك هايبربليجيا، يعني هو شلون نقدر نقول السرطان الحميد او ممكن نعالجه من خلال الادويه او من خلال العمليات. هذا البنين بروستاتيك هايبربليجيا ذات اسباب عديده مثل ادمان الكحول او بسبب هرمونات، يعني لاسباب هرمونيه مثل ما دا يقول الاندروجينز واللي هي الهرمونات الذكوريه مثل التستوستيرون. زياده انتاج التستوستيرون ايضا يسبب البروستاتيك هايبربليجيا. نجي هسه نشوف المثال الثالث وهو السكين واس نتو فالوب. النتوفالوب هو عبارة عن viral infection، إصابة فيروسية سببها نوع معين من الفيروسات اللي نسميه بال HBV. هذا النوع من الفيروسات اللي نسميه بال human papilloma virus، يعني يسبب يعني نتوءات بالجسم تكون على شكل حبوب تشبه الحصو هيج، وكذلك الأسطح ما تكون خشنة، أيضا سبب الهايبربليجيا. يعني اقصد ان هذا النوع من الفيروسات يسبب هايبربليجيا. وهنا نجد يقول عندنا الاكسسيف واند هيلينج. الاكسسيف واند هيلينج هو عباره عن ابنورمال هيلينج يسبب التهابات مستمره، يحدث يا اما يعني يحدث لاسباب منها يعني زياده انتاج الكولاجين. هو مثل ما نعرف احنا انه خلال الهيلينج راح يزداد يعني يزداد انتاج الكولاجين، فاذا زادت يعني صارت يعني شلون فرط انتاج الكولاجين او تراكم الاكسترا سيلولار ماتريس في مكان الانفكشن، فراح يسبب هذا النوع من الهايبربليجيا. زين هسه نجي نشوف هنا تقول انه hyperplasia is also an important response of connective tissue cells in wound healing in which proliferating fibroblasts and blood vessels aid in repair.
يعني يقصد أنه الهايبربلاجيا ممكن أن تكون مفيدة في بعض الأحيان، مثل ما نعرف أنه الواند هيلينج. هسه أنا ما أريد أن أدخل بتفاصيل الواند هيلينج، راح نأخذها غير سيشن. الواند هيلينج يعني الهيلينج بنوعين، يا أما ريجنريشن يا أما كونكتيف تشو ديبوسيشن. احنا قلنا انه بعض الخلايا مثل اللابايا والستيبل سيل يصير بيها ريجنريشن، لكن مو دائما. اذا كان الجرح عميق يعني الدمج كبير، بهاي الحالة ما راح يصير ريجنريشن. يعني هسه مثلا واحد ينجرح بايده، لكن هذا الجرح عميق يعني دمج كبير، بهاي الحالة الريجنريشن ما يفيد، راح يصير كونكتيف تيشو ديبوسيشن، يعني راح يصير فايبروسيس. فبهاي الحالة شنو راح يصير؟ هايبربلاجيا بالكونكتيف تيشو. مثل ما نعرف انه كل نسيج ظهري جوا يوجد، يعني جوا موجود الكونكتيف تيشو، فهاي الهايبربلاجيا راح يصير بالكونكتيف تيشو، تكون مفيدة بعملية الواند هيلينج. زين، هنا هسه مثل ما يقول الفايرال انفكشنز، viral infections such as papilloma virus which cause skin walls and a number of mucosal lesions composed of masses of hyperplastic epithelium. هي هسه شرحناها، قلنا انه الفيروس البابيلوما يعني بابيلوما فيروس هذا يسبب viral infection مثل skin walls، وكذلك ممكن يسبب امراض اخرى. هنا شنو عندنا الباثولوجيكال هايبربلاجيا may be occur due to، يعني هاي الباثولوجيكال هايبربلاجيا ممكن ان تكون تحدث لاسباب هرمونيه، يعني مثل هنا دا يقول اكسسيف هرمونال ستيميوليشن الاستروجين اندوس اندومتريال هايبربلاجيا. هسه شرحناها انه الاستروجين راح يسبب الاندومتريال هايبربلاجيا، وهنا ممكن انه مو باسباب هرمونيه بسبب فيروسات. the effect of growth factor، the effect of growth factors on target cells راح يسبب الفيرال واس، يعني تحدث الهايبربلاجيا بسبب فيروسات معينة. هنا ايضا دا يقول انه الهايبربلاجيا ممكن ان تصير بالثايرويد جلاند. ليش تصير بيها الهايبربلاجيا؟ راح تصير بالثايرويد جلاند، راح يعني يسبب مرض نسميه بالجويتر. مثل ما نعرف الجويتر هذا ليش يصير بالجسم؟ بسبب نقصان الايودين. هذا الايودين هو يعني الأساس في تكوين الثايرويد هرمون، فإذا صار نقص بالأيودين معناته ماكو ثايرويد. وهنا لأن يعني صار نقص بهرمون الثايرويد، فراح يعني شلون يعني البتويتري جلاند راح تدز هرمون يسمى بالثايرويد ستيميوليتنج هرمون. هذا الهرمون وين راح يتجه؟ راح يتجه نحو الثايرويد جلاند، حتى يعني يقول لها يابا انه ثايرويد هرمون يعني كميته قليله بالجسم، فنحتاج بعد ثايرويد. يعني نتيجه لزياده الطلب الوظيفي الغده الثايرويد، فراح يصير بها هايبربلاجيا. هسه هنا هذا صور توضيحية عندنا. هنا هذا هاي أول صورة دا يتحدث عن الإندومتريال هايبربلاجيا due to excessive stimulation of estrogen. هذا هو الإندومتريال هايبربلاجيا اللي يصير بالرحم. هنا عندنا هذا الفيرال واس النتو فالوب، قلنا هي عبارة عن الحبوب أو نتوءات تظهر يعني بالجسم بسبب نوع معين من الفيروسات وهو ال HPV. هاي الحبوب شوفوا مثل ما تلاحظون هي تشبه الحصى ويكون السطح مالتها خشن. هنا هذا عندنا البروستاتيك هايبربلاجيا. بروستاتيك هايبربلاجيا مثل ما تلاحظون هنا هذا حجم بروستات طبيعي، لكن هنا صار بيها تضخم بسبب يعني الأسباب مثل زيادة إنتاج هرمون تستوستيرون. هسه لحد هنا خلصنا الهايبربلاجيا. هاي الشريحة هنا ضفتها كما يعني كصورة للإطلاع اللي يحب يطلع عليها، لأنه أنا هنا شرحتها الفيزيولوجيك أند باثولوجيك هايبربلاجيا. هسه قبل ما ننتقل لهاي الشريحة فد معلومة أخرى، وهو الفرق بين الهايبرتروفي أند هايبربلاجيا. الهايبرتروفي مثل ما قلنا هو زيادة بحجم الخلية يسبب زيادة بحجم العضو، لذلك الهايبرتروفي ممكن إنه تصير بالبيرمننت سيلز مثل سكيليتال سيلز لأنه هي خلايا غير انقسامية، لكن الهايبربلاجيا نهائيا ما تصير بالبيرمننت سيلز. هيج زين، هسه هنا هذا السلايد يبين شنو الفرق بين الاجنسز الابليجيا اند هايبربلاجيا. What is the difference between agenses ابليجيا اند هايبربلاجيا؟ راح اقرا هنا هذا الشرح وبعدين راح اطلع صوره توضيحيه حتى نبين شنو معناها. هسه شنو عندنا agenses؟ agenses شنو هي؟ هي عباره عن absence of an organ resulting from failure of development during embryogenesis.
الأبليجيا هي complete failure of an organ or tissue development from its embryonic cells, والهايبوبليجيا هي incomplete development of an organ to its normal size and function. زين هسه نجي نشوف هاي الصورة حتى نشوف شنو الفرق بيناتهم. عندنا هاي الصورة. الصورة اللي على اليسار الأجنسز. الأجنسز هو أنه العضو غياب العضو بشكل نهائي، يعني العضو النهائي ما يتكون خلال فترة الإمبريوجينيسز. وهنا الأبليجيا. الأبليجيا يعني أنه العضو موجود متكون لكن مو 100%، يعني العضو مثلا متكون نسبة 20% هيج خلال الإمبريوجينيسز. الهايبوبليجيا هو أن العضو موجود لكن أكو يعني شلون نقصان بحجم العضو أو وظيفة العضو هيج. زين هسه نجي عندنا هنا ندين ان بعض الحالات عن الهايبوبليجيا. مثل ما قلنا الهايبوبليجيا هو نقصان حجم العضو بسبب نقصان عدد الخلايا، او ممكن انه تكون نقصان او تضاعف في وظيفه العضو. مثل ما نلاحظ هنا عندنا الفوكال ديرما الهايبوبليجيا، او ممكن انه نسميه بالكوست سيندروم. هو عباره عن مرض وراثي. هنا نسميه يعني الهايبوبليجيا هو بسبب قله التناسج او قله عدد الخلايا. راح نلاحظ انه هنا عندنا الشخص عنده بس 4 أصابع. هذا الحالة نسميه بالفوكال ديرمال هايبوبليجيا. هنا نلاحظ أنه هاي الحالة نسميها باليونيلاترال رينال هايبوبليجيا. مثل ما نلاحظ أنه هاي الكلية الموجودة على الجهة اليمنى هاي الحجم مالتها طبيعي، لكن هنا هذا السايز مالتها قل بسبب يعني بسبب نقصان عدد الخلايا. وهنا عندنا هاي همية نفس الشيء congenital pulmonary hypoplasia of the right lung. هنا صار قلة تنسج الرئة اليمنى. زين هسه هاي بالنسبة للهايبوبليجيا خلصناها. راح نجي ناخذ الأترافي. الأترافي شنو هو؟ هو الضمور. الضمور زين خلينا نجي نشوف شنو هو الأترافي. decrease the size of normally formed tissue or organ due to decrease in the size of cells. Although atrophic cell has diminished function but it is not dead. يعني يقصد انه هذا الاترافي هو على العكس من الهايبرترافي. الاترافي عكس الهايبرترافي. الاترافي هو نقصان حجم العضو او النسيج بسبب نقصان عدد الخلايا. وكذلك ده يقول انه although of atrophic cell has diminished function but it is not dead. يعني ده يقول انه الخلايا اللي يصير بها اترافي ممكن انه تتضاءل الوظيفة مالتها لكن ما تموت، لكن اذا صار يعني نقصان بكمية الدم reduce blood supply فبهاي الحالة الخلية راح تموت من خلال الابوبتوسيس. زين ليش الاترافي يصير؟ atrophy result from reduction in the amount of cytoplasm and number of cytoplasmic organelles. It is usually associated with decreased metabolism. يعني يقصد أنه الأترافي هو نقصان كمية السيتوبلازم وكذلك نقصان السيتوبلازميك أورجانوس العضيات السيتوبلازمية، وممكن أنه يكون متعلق بنقصان الميتابوليزم وبالتالي راح يقل حجم الخلايا. زين هسه ان هذا الكروس تشينز التغيرات اللي تصير بالخلايا، وهي انه الخليه راح تصير سمول اند شرانكن، يعني الخلايا او الانسجه او الاعضاء راح تكون صغيره او منكمشه. زين هسه نجي نشوف هنا ايش يقول. The initial response is a decrease in cell size and organelles. يعني يقول اول استجابه اول ما يبدا الاتروفي راح يقل السيتوبلازم مثل ما قلنا ويقل السيتوبلازميك اورجانز وبالتالي يقل حجم الخلايا. هاي اول response. زين ان اتروفيك مسل في الخلايا يعني في العضلات اللي يصير بها اتروفي. The cells contain fewer mitochondria and myofilament and a reduced amount of rough endoplasmic reticulum. يعني يقصد انه الخلايا العضلة اللي بيها ضمور راح تحتوي على كميات قليلة من الميتوكوندريا الميوفيلامنت and rough endoplasmic reticulum. زين هسه نجي هنا عندنا بعض الحالات عن الاترافي. مثل ما نشوف هنا هذا الطفل ده يقول انه مصل اترافي مصل اترافي due to starvation.
مثل ما نلاحظ انه هذا الطفل عنده مراسمس يعني مصل ويستد بسبب يعني مثلا المجاعات، بسبب نقصان كمية البروتين، lack of nutrition بسبب نقصان كمية البروتين، فالعضلات راح تبدي تاكل نفسها، يعني الجسم راح يبدي يستغل العضلات الهيكلية skeletal muscles حتى يحصل على الطاقة، يعني يستخدم skeletal muscle كمصدر للطاقة، لذلك يصير muscle wasted. هاي الحالة نسميها بالمراسمس. زين هسه نجي نشوف هاي الشريحة تيوضح لنا الفرق بين normal brain and young adult اللي هو على الجهة اليمنى، على الجهة اليسرى الـ A، وهنا الـ B عندنا atrophied brain of patient 82 years old and has atherosclerosis، يعني تبين انه هذا هاي الجهة اليسرى يونغ ادت هنا النورمال براين، لكن بهاي الجهه، هاي الجهه اليمنى دا يبين شخص عمره 82 سنه، دا يبين انه عنده اترف بهاي الجهه الصوره اللي على اليمين. هو احنا مثل ما نعرف انه كل اترافي يصير عنده كبار السن يسمى بالسنايل اترافي. هذا الشخص صار عنده اترف بسبب الاذيروسكليروسس. مثل ما نعرف انه 25% من الدم اللي يضخه القلب راح يتجه نحو الدماغ، فهنا بسبب الاذيروسكليروسس تصلب الشرايين راح تقل كميه الدم واصل الدماغ، بالتالي تقل كميه الاكسجين فيصير بي اترافي، ومثل ما قلنا انه هذا النوع يسمى بالسنايل اترافي. زين هسه نجي هنا عندنا هذا دا يبين انه صار اترافي بالسكيتال مصل. هنا عندنا هاي الخليه طبيعيه حجمها طبيعي، هنا راح يصغر حجم الخلايا بسبب الاترافي. زين هنا هذا الرينال اترافي، هاي الكليه اللي على اليمين الحجم مالتها طبيعي، لكن هنا السايز مالتها اقل بسبب نقصان حجم الخلايا. وهنا راح يبين انه اليونيلاترال مسل اترافي ديو تو نيرف انجري. هذا النوع من هذا النوع من الاترافي نسميه بالدينيرفيشن اترافي، يحدث بسبب يعني تلف او انجري يصير بالاعصاب. يعني هسه هنا مثل ما نلاحظ انه هاي الجهة ما بيها اترافي، لكن هاي الجهة صار بيها اترافي بسبب تلف بالاعصاب اللي تغذى هاي العضلة. زين هسه نجي عندنا الاترافي كان بي فيزيولوجيك او باثولوجي، ممكن انه الضمور يحدث لاسباب فيزيولوجيه او بسبب يعني الاسباب طبيعيه. هسه خلينا نجي نشوف اولا فيزيولوجيك اترافي. النقطة هاي الأولى والثانية، يعني الأولى متعلقة بالثانية، فراح أقرأها سوية. Very early in embryologic life as a part of morphogenesis the process of atrophy mediated by apoptosis. Physiological involution of an organ such as thymus gland in early adult life. Some embryonic structures such as notochord and thyroglossal duct undergo atrophy during fetal development. يعني يقصد أنه خلال الامبريوجينيسيس راح يصير أترافي ببعض الأعضاء. على سبيل المثال عندنا النوتوكورد او مثل ما نسميه بالحبل الظهري، وكذلك الثايروغلوسال داكت مثل ما نسميها بالقناة الدرقية اللسانية. هاي يعني تتكون خلال الامبريوجينيسيس، فهنا قبل الولادة راح يصير بيها اترافي ضمور وتنتهي، يعني تموت بواسطة الابوبتوسيس. زين هسه نجي the uterus decreases in size shortly after parturition. أنا دا يقصد أنه حجم size of the uterus يقل حجم الرحم بعد parturition بسبب الأترافي. زين هسه هنا عندنا breast glandular atrophy after menopause. After menopause بعد سنة اليسنة راح يقل يعني يصير أترافي بالبريست، كذلك ممكن انه يصير اترافي باللينفويد تيشيو. زين هسه نجي هنا هاي بالنسبه بالفيزيولوجيكال اترافي. راح نجي ناخذ الباثولوجيكال اترافي. طبعا الباثولوجيكال اترافي الضمور اللي يحدث لاسباب مرضيه ممكن انه يكون جنرالايز يعني معمم على كل الجسم، او ممكن انه يكون لوكالايز يعني مخصص على اعضاء معينه. زين هسه نجي اول شيء جنرالايز اترافي.
الجنرالز أترافي. ليش تصير؟ لأسباب عديدة، منها due to chronic inflammatory bowel disease and cancer، يعني بسبب التهاب الأمعاء المزمن أو بسبب الكانسر راح يصير أترافي. وكذلك بسبب starvation، the body uses skeletal muscles as an energy source، مثل ما قلنا أنه في حالة المجاعة الجسم راح يبدي يستخدم skeletal muscles كمصدر للطاقة حتى يعوض عن النقص بالبروتين. السنايل أترافي، هنا الأترافي اللي يصير بالشيخوخة يعني عند كبار السن. الهارت أترافي، مثل الهارت أترافي البراون، الهارت أترافي أو يسمى بالبراون أترافي of the heart، يعني الضمور البني للقلب. هو هذا الضمور مثل ما قلنا أنه يحدث عند كبار السن ويسميناه بالضمور البني. ليش؟ لأنه راح تتجمع رواسب بخلايا عضلة القلب، هاي الرواسب مثل اللايبوفازين. زي كذلك ممكن أنه تحدث أترافي بسكيتال ماسلز عند كبار السن. وكذلك أيضا ممكن أنه يصير أترافي بعضلات الوجه، هاي هم نسميها بالسنايل أترافي. زين، هسه هاي بالنسبة للجنرالايز أترافي. راح نجي ناخذ اللوكالايز. اللوكالايز أترافي يعني اللي تختص بعضو معين، مثل الديجريز ورك لود أترافي أوف ديزيوس وهن أفراكتد بون إز إمبولايز إن أبلاست كاس أور وهن أبايشنت إز ريستريكتد تو كومبليت بيد ريست سكيتال مسل أترافي رابيدلي إنسيوس. زين، هسه هنا ده يقصد انه الشخص مثلا من يتعدى بيده ويعني يسوي لها جبيره، فبعد فتره من راح يفتح هاي الجبيره راح يلاحظ انه حجم اليد شلون يعني صار بيها اترافي، صغر حجمها بسبب انه يعني قلت وظيفه اليد هيك. بعد عندنا lose of innervation and denervation أترافي، يعني مثل ما قلنا هنا أنه هذا النوع من الأترافي، هذا النوع نسميه بالdenervation أترافي بسبب الدمج، تلف بالأعصاب اللي تغذي عضلة معينة، هذا نسميه بالdenervation أترافي. زين، بعد ايش عندنا؟ عندنا diminished blood supply a decrease in blood supply او مثل ما نسميه اسكيميا. الاسكيميا هو يعني نقصان كمية الدم الواصلة الى منطقة معينة، بالتالي تقل كمية الاكسجين، هذا هو الاسكيميا. to a tissue as a result of slowly developing arterial occlusive disease results in atrophy of the tissue، يعني يقصد انه المنطقة يعني مثلا مثل ما قلنا انه اذا تقل كمية الاكسجين الواصلة الى منطقة معينة راح يصير بها اسكيميا. And late adult life the brain may undergo progressive atrophy mainly because of reduced blood supply as a result of atherosclerosis. This is called senile atrophy، مثل ما قلنا هنا بهاي الشريحة. هذا هو السنايل أترافي بسبب الاثيروسكليروسيس، يعني قلت كمية الدم لذلك صار السنايل أترافي. ها، وبعد شنو عندنا هنا؟ هذا الديجريز ورك لود، هذا النوع من الأترافي مثل ما تلاحظون بهاي الصورة، هاي الشكل الطبيعي، هذا شكل طبيعي، بس هاي الجهة هنا هذا صار بيها أترافي بسبب يعني قلة نشاط. زين، هسه نجي هنا عندنا بعد أربعة inadequate nutrition profound protein calorie malnutrition marasmus is associated with the use of skeletal muscle as a source of energy after other reserves such as adipose stores have been depleted. هاي مثل ما قلنا إنه هذا الطفل عندنا هذا صار عنده marasmus. مراسمس يعني في حالة المجاعة، يعني بسبب نقصان كمية الأكسجين نقصان كمية البروتين، فالجسم راح يبدي يستخدم السكيتال مصل كمصدر للطاقة فيصير مصل وسد. زين، بعد ايش عندنا؟ lose of endocrine stimulation many hormone responsive tissue such as the breast and reproductive organs
are dependent on endocrine stimulation for normal metabolism and function. يعني يقصد أنه بعض الأعضاء مثل breast and reproductive organs هاي تعتمد على الهرمونات، يعني تعتمد على مستوى الهرمونات بالجسم حتى يعني normal metabolism and function. لكن إذا كان خلل بالهرمونات، على سبيل المثال مثلا عندنا البيتوتاري هرمونز، إذا قلت هرمونات الغدة النخامية معناته أنه راح يصير أترفي بالغدد الصماء، على سبيل المثال راح يصير أترفي بالثايرويد جلاند، الأدرينال جلاند، وهكذا. زين، هسه هنا عندنا البرجر ان اللارجينج بناني تيومر كان كوز اترافي ان ذا سراوندينج ان انفولفد تيشو. يعني يقصد انه مثلا اذا صار بجزء يعني او عضو، يعني اذا صار بي كانسر على سبيل المثال او ورم، فالجهة يعني اذا صار يعني سرطان جزئي بالعضو، الجهة الثانية اللي ما يصير بيها سرطان او كانسر هاي راح يصير بيها اترافي. مثل ما نلاحظ هنا عندنا هاي الصورة تتبين سرطان اللايوما يوما اللي يصير باليوتراين، هاي الجهة البيضة اللي هنا، هاي الجهة هو السرطان اللايوما يوما، لكن هنا هذا المتبقي اللي هنا ملون باللون الاحمر، هذا اللي هنا وهذا اللي هنا، هذا المتبقي من اليوتراين ما بي لايوما يوما، فراح يصير بي اترافي بسبب يعني بسبب البراجر. زين، هسه نجي هنا ايش يقول. اترافي كوز باي جرادوال ريديوس بلاس سبلي مي بروجريس تو ذا بوينت ات ويتش اسز ار ايرفيرسبلي انجورد اند داي اوفن باي ابوبتوسيس. يعني يقصد انه الخلايا اذا ما قدرت تقاوم الاترافي، يعني وصلت يعني قلت كمية الدم الواصل لهاي الخلايا، فراح يصير بها انجري، ريفرسبل انجري، وبالتالي تموت بواسطة الابوبتوسيس. هنا ننتبه نقطة معينة انه الخلايا اللي يصير بها اترافي تموت بواسطة الابوبتوسيس وليس النكروسيس. زين، هسه نجي هنا عندنا الميكانيزم اوف اترافي. ميكانيزم اوف اترافي، اول شيء ديكريز دي بروتين سينثيسيس اند انكريز دي بروتين ديجريديشن ان سيلز. يعني ايش يقول؟ انه راح تقل نسبة تخليق البروتين، وراح تزداد يعني يزداد البروتين ديجريديشن بالخلايا، وبالتالي الخلايا راح تموت من خلال الابوبتوسيس. زين، هسه نجي نكمل. اترافي از اوسو اكومبايند باي انكريز اوتوفاج. الاوتوفاج هذا الاوتوفاج واللي يقصد به هو السيلف ايتينج، يعني الالتهام الذاتي، هو اخر مرحله من الابوبتوسيس توصل للخليه اللي يصير بيها اترافي. بعد with resulting increases in the number of autophagic vacuoles. يعني يقصد انه الخلايا من تبدي تاكل نفسها، يعني من يصير التهام ذاتي راح تزداد عدد الفجوات الاوتوفاج vacuoles. In this process the starved cell eats its own components in attempt to find nutrients to survive. يعني يصير انه الخلايا اللي يصير بها اترافي مو راح تبدي من خلال الابوبتوسيس، حتى يعني شنو راح تبدي تاكل مكوناتها، هاي الخليه تبدي تاكل مكوناتها، يعني يعني هدف بهدف تجي يعني بهدف تلقى مغذيات تتغذى عليها، لكن راح تموت الخليه وراح تروح يعني داخل فاكيولز، داخل فجوات نسميها اوتوفاج فاكيولز. وبعد شنو يقول انه the vacuoles ultimately fuse with lysosomes. يعني هاي الخلايا من بعد ما ماتت راح تروح داخل فجوات، هاي الفجوات شو نسميها؟ نسميها بالاوتوفاج vacuoles. بعدين راح تجي اللايزوزومز واللي هي الجسيمات الحالة، راح تتصل او تتحد بهاي الفجوات، وبعدين and their contents are digested by lysosomal enzymes. يعني هو اللايزوزومز من بعد ما اتصلت بهاي الفجوات راح تطلع انزيمات الجسيمات الحالة وتبدي تهضم المحتويات داخل هاي الفجوة. زين، some of the cell debris within the autophage vacuoles may resist digestion and persist as membrane-bound residual bodies. An example of such residual bodies is the lipofuscin granules. يعني يقصد انه هاي الانزيمات الجسيمات الحالة ما راح تقدر تهضم كل المحتويات الموجودة داخل الفجوة، فهاي المحتويات المتبقية راح تروح تتكون على شكل membrane bound residual bodies، يعني اجسام مرتبطة بغشاء الخلية، مثل من هاي الاجسام مثل اللايبوفازين جرانيولز. زين،
هسه نجي نشوف هنا عندنا بهاي الصورة مثل ما تلاحظ انه هاي الخلية وعند هنا هاي على شكل نقاط صفر، هاي هي الليبوفوزين جرانيوس اللي يعني نهاية الالتهام الذاتي. زين هسه نجي عندنا هنا causes of اترافي، اسباب الاترافي. السلايد يعني بس مجرد فسمري ملخص عن الاترافي، حكينا بالسلايدات السابقه هنا حكينا فما اقدر اعيده. عندنا هاي الصوره دا يوضح لنا الفرق بين النورمال تيسس اند الاترافيك تيسس. مثل ما تلاحظ هنا على هاي الجهه اليسرى عندنا النورمال تيسس، لكن هنا هذا الحجم طبيعي، لكن هنا هاي السايز مالت التيسس قل بسبب الاترافي اللي صار نتيجه لنقصان الاندوكراين ستيميوليشن. زين هسه نجي هنا لحد هنا خلصنا الاترافي، راح نجي ناخذ الميتابليجيا. شنو معنى الميتابليجيا او مثل ما نسميها بالحقول، ميتابليجيا يعني حقول. is a reversible change in which one adult cell type epithelial or mesenchymal is replaced by another adult cell type. the substituted cells are more resistant to a particular stress. الميتابليجيا او الحقول هو تغير نوع النسيج، يعني تغير نوع النسيج الناضج الى نوع اخر من الانسجة الناضجة نتيجة للتعرض الى ستريس معين. يعني مثلا هسه عندنا احد انواع الانسجة الظهرية الناضجة تعرضت الى ستريس ما قدرت تقاوم هذا الستريس، راح تتحول الى نوع اخر من الانسجة الظهرية الناضجة. هذا هو معنى الميتابليجيا. خلال هاي الامثلة راح نعرف شنو معناه اكثر. زين هسه نجي عندنا الميتابليجيا بها نوعين، يا اما ابيثيليال تشيو ميتابليجيا يعني الحقول اللي يصيب النسيج الظهري، او الكونكتيف تشيو ميتابليجيا نوعين بها. زين هسه نجي ناخذ الابيثيليال تشيو ميتابليجيا ايضا بها نوعين، يا اما سكوايموس ميتابليجيا يا اما كولومينال ميتابليجيا. زين هسه نجي نعرف شنو معنى سكوايموس ميتابليجيا. The most common epithelial metaplasia is columnar to squamous. يعني يقصد أنه أكثر أنواع الميتابليجيا اللي يصيب النسيج الظهري نسميها بالسكوايموس ميتابليجيا. زين هو شنو هو؟ هو تحول السليتد كولومنر إبيثيليوم إلى ستراتيفايد سكوايموس إبيثيليوم. زين مثل ما؟ مثل as occurs in the respiratory tract، يعني مثل اللي يصير الميتابليجيا اللي يصير بالrespiratory tract كاستجابة إلى chronic irritation habitual cigarette smokers. The normal cellated columnar epithelial cells of the trachea and bronchi are often replaced focally or widely by stratified squamous epithelial cells. The influences that predisposed to metaplasia if persistent may induce malignant transformation in metaplastic epithelium. يعني يقصد انه يعني هم منطينا كمثال على سكوايموس ميتابليجيا. مثل ما نعرف انه التدخين يعتبر ستريس، التدخين يعتبر ستريس يؤذي او يأثر على الريسبيراتوري تراكت. مثل ما نعرف انه النسيج الموجود بالتراكيا، النسيج الموجود بالتراكيا هو عبارة عن سليتد كولومنر ابيثيليوم، سليتد كولومنر ابيثيليوم. خلينا نجي نوضحها على هذا الرسم احسن. زين عندنا هذا الرسم دا يوضح لنا تاثير التدخين. ايش دا يقول؟ respiratory epithelial metaplasia metaplasia of normal columnar to squamous epithelium. يعني دا يقصد انه قلنا انه التدخين يعتبر ستريس يؤذي او يأثر على respiratory tract، فالتراكية تتكون من cellated columnar epithelium نسيج ظهاري عمودي. هذا النسيج ما يقدر يقاوم تأثير التدخين، يعني إذا الشخص يدخن لفترة من الزمن هذا النسيج ما راح يقدر يقاوم تأثير التدخين، فبالتالي cellated columnar epithelia راح يتحول إلى نوع آخر من الأنسجة الناضجة نسميها بالstratified squamous epithelia. مثل ما نلاحظ هنا عندنا هذا النسيج، هذا وهو السليتد كولومنر ابيثيليا، هذا النسيج تحول الى نوع اخر من الانسجة الناضجة وهو الستراتيفايد سكوايموس ابيثيليا نتيجة لتأثير التدخين. مثل ما نلاحظ هنا عندنا خلية واحدة لكن يتم استبدالها بعدد من الخلايا الحرشوفية، او مثل ما نلاحظ هنا بهاي الصورة عندنا هذا النسيج، هذا النسيج بس لحظة
هذا هو عبارة عن سيليتد كولومنر إبيذيليوم تحول إلى الستاتيفايد سكويموس إبيذيليا بسبب تأثير التدخين. وكذلك نفسيته يعني نفس هذا الميتابليجر راح يصير بالحويصلات الهوائية الألفيولي اللي تعتبر هي مكان تبادل يعني الغاز إكستشينج، إن يصير تبادل الغازات. فهاي ممكن إنه تتحول من السيليتد كولومنر إبيذيليوم الى الستاتيفايد سكويموس ابيثيليوم بسبب تاثير التدخين. هذا التحول نسميه بالميتابليجيا، لكن احنا نعرف انه كل ميتابليجيا يعني نسميها بال يعني حاله ما قبل الكانسر، فالميتابليجيا راح تتحول الى ديسبليجيا والديسبليجيا راح تتحول الى كانسر. هيش زين، هسه هاي كمثال على السكويموس ميتابليجيا. نجي هنا ليش منطينا بعد منطينا الكولومنر ميتابليجيا شنو معناتها؟ ميتابليجيا from سكويموس to كولومنر type may also occur، يعني يقصد انه التحول من السيليتد كولومنر ابيثيليوم الى العفو من يعني ممكن انه يحدث تحول من الستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم الى سيليتد كولومنر ابيثيليوم. هذا النوع من التحول نسميه بالكولومنر ميتابليجيا. مثل من as in parade esophagus in which the esophagus squamous epithelium is replaced by intestinal like columnar cells under the influence of reflux gastric acid. Cancers may arise in this areas. These are typically glandular adenocarcinomas. راح نجي نوضح هذا الشرح على هاي الصورة. هنا عندنا هاي الصورة تتحدث عن المريء باريت. مريء باريت هو احد الامثله على الكولومنر ميتابليجيا. مثل ما نعرف هسه نجي نشوف هاي الصوره. مثل ما نعرف انه المريء يتكون من ثلاث اجزاء. الجزء الاول موجود وين؟ بالبلعوم. الجزء الثاني وين موجود؟ موجود بمنطقه القفص الصدري. والجزء الثالث واللي يهمنا موجود بالابدومن. احنا اللي يهمنا الموجود بالابدومن. هذا هو المريء هنا، هذا هو المريء، وهنا عندنا هاي الجر، هاي هي المعدة. فيقصد انه نتيجة الارتجاع الحمضي راح يصير مريء باريت. يعني شلون يصير الارتجاع الحمضي؟ احنا مثل ما نعرف انه هنا اكو صمام، هذا الصمام نسميه باللور سوفيس مترفال، هذا موجود بين المريء وبين المعدة. فإذا صار خلل بهذا الصمام راح يصير ارتجاع حامضي، يعني حوامض المعدة مثل حامض الهيدروكلوريك SCL راح يرجع باتجاه المريء. ونتيجة هذا الارتجاع الحامضي فالنسيج الموجود هنا، هذا النسيج الموجود بالجزء السفلي من المريء راح يتغير من normal stratified squamous epithelium الى selected columnar epithelium. هذا التحول نسميه بالميتابليجيا. ومثل ما قلنا انه الميتابليجيا هي pre-cancer condition، يعني هي حالة ما قبل السرطان. فإذا تم اكتشافها يعني بشكل مبكر راح يتم استئصال الجزء اللي صار بميتابليجيا، لكن إذا ما تم استئصال الجراح لهذا الجزء فراح تتحول إلى ديسبليجيا، والديسبليجيا بالمستقبل راح تتحول إلى كانسر. هيك هسه هاي بالنسبة لماري باريت واللي هو أحد الأمثلة على الكولومنر إبيثيليال ميتابليجيا. زين، ونجي هنا عندنا هاي الصورة تبين ان انه هذا النسيج هو عبارة عن normal stratified squamous epithelium. هذا normal stratified squamous epithelium راح يتحول الى mature columnar epithelium. هيج هذا هو مري باريت. وايضا هنا عندنا هاي الصورة يوضح انه normal squamous epithelium هاي الجهة normal squamous epithelium تحول الى الكولومنر ابيثيليوم. زين هسه نجي وقلنا انه السرطان الكانسر اللي يصير بعد الميتابليجيا نسميه بالجلاندولا ادينو كارسينوما. هاي اسم السرطان. زين هسه نجي هاي بالنسبه للابيثيليال تيشو ميتابليجيا. راح نجي ناخذ الكونكتيف تيشو ميتابليجيا. شنو معنى الكونكتيف تيشو ميتابليجيا؟
is the formation of cartilage, bone or adipose tissue اللي هو عبارة عن mesenchymal tissue and tissue that normally don't contain these elements. Metaplasia may also be seen within mesenchymal tissue. Soft tissue that undergo trauma may be replaced by mature bone والهاي العملية نسميها ossification. The connective tissue metaplasia يعني شنو؟ مثل نمو العظام أو الغضاريف أو الأديبوس تيشو بغير الأماكن المعتادة، يعني بغير الأماكن اللي تحتوي على هذا البون أو الكارتيلج. هاي العملية نسميها بالأوسيفيكيشن، يعني مثلا دا يقول أنه هنا السوفت تيشو، السوفت تيشو الأنسجة الرخوة، مثل من الأنسجة الرخوة مثل العضلات أو الجهاز العصبي المركزي، إذا صار بي فد تروما أو صار بي فد انفلاميشن التهاب أو دمج، بهاي الحالة راح يعني شلون تصير بعملية نسميها بالأوسيفيكيشن أو مثل ما نسميها بالتعظم، يعني هاي الأنسجة الرخوة راح تبدي تتكون بها ماتشور بون. هذا النوع من الميتابليشيا نسميه بالكونكتيف تيشو ميتابليشيا. هسه لحد هنا عرفنا شنو معنى ابيذيليال ميتابليجيا كونكتيف تيشو ميتابليجيا. نيجي لهذا الجدول، هذا جدول طب يعني نفس الشرح بس في امثله اضافيه. هنا أنا هذا المثال اخذناه، هذا المثال اخذناه، عندنا هذا المثال راح نجي ناخذه، هذا المثال زين. ايش دا يقول هنا؟ دا يقول ستون ان ساليفاري بانكرياتيك اور بايل داكت كان كوز ميتابليجيا اوف ذا لينيك ابيذيليوم، يعني يقصد انه الساليفاري داكت او البنكرياتيك داكت او البايل داكت هذني اذا صار به انسداد بواسطه الستون الحصى هذا راح يصير بها ميتابليجيا. يعني على سبيل المثال الساليفاري داكت هنا راح تتحول من الكيوبايتال ابيذيليوم الى نوع اخر من الانسجه الظهاريه، يعني صار بها تحول. مو شرط هنا بسبب الستون، يعني مو شرط بسبب الانسداد اللي يصير يعني بسبب الحصى الستون، لا ممكن انه يصير ميتابليجيا بالساليفاري داكت يا يعني اما بسبب نقصان فيتامين اي او بسبب تعرض للاشعاع وهكذا. زين هسه بعد شنو عندنا؟ عندنا هذا البايتي سيرفكس، هذا المثال شرحناه. بعد شنو عندنا؟ عندنا هذا المثال مش شرحناه. زين هسه نجي نعرف شنو معناه. دا يقول انه السيكستوسوما هيماتوبايوم انفكشن ان يورينري بلادر ليست تو ترانسفورميشن اوف ترانزيشنال ابيذيليوم اوف ذا بلادر تو سيكويموس ابيذيليوم. هذا شنو معناه؟ السيكستوسوما هيماتوبايوم انفكشن او مثل ما نسميها بعدوى البلهارزية، يعني شنو عدوى البلهارزية؟ هو عبارة عن مرض طفيلي. هذا المرض سببه نوع من الديدان نسميه بالديدان المثقوبة، اتأثر على اليورينار بلادر فراح يتحول نسيج المثانة من ترانزيشنال ابيذيليوم الى سيكوايموس ابيذيليوم، يعني راح يصير بميتابليجيا. زين هسه هاي بالنسبه للابيذيال ميتابليجيا. نجي نشوف الكونكتيف تيشو، عندنا بعض الامثله هنا تقول انه الكونكتيف تيشو ميتابليجيا. نعطينا بس مثالين عليها، الاسوس ميتابليجيا اند مايلويد ميتابليجيا. نجي نشوف اول شيء شنو معنى الاسوس ميتابليجيا. Bone formation in soft non-osseous tissue most commonly affect muscles and central nervous system in which osteoblasts differentiating from fibroblasts secondary to inflammation or tissue damage. يعني الأسوس ميتابليجيا أو مثل ما نسميها بالأوسيفيكيشن التعظم، يعني هو عملية تكوين العظام بغير الأماكن المعتادة. يعني شنو؟ يعني هسه مثلا نعرف الانسجه الرخوه مثل العضلات او الجهاز العصبي المركزي، هاي المناطق او هاي الانسجه ما بها عظام، لكن ممكن انه تنمو بها العظام بسبب يا اما تروما او بسبب انفلاميشن راح تنمو بها العظام، فهاي الحاله نسميها بالاسوس ميتابليجيا وبالمستقبل راح تتحول الى كانسر. زين هسه نجي عندنا هذا يقول مايلويد ميتابليجيا. مايلويد ميتابليجيا هنا أنا طبعا هذا الاسوس ميتابليجيا يعني اللي نسميها بالحقول العظمي، لكن هذا مايلويد ميتابليجيا هو الحقول النخاعي. الحقول النخاعي شنو معنى حقول نخاعي؟ يعني proliferation of hematopoietic tissue at size other than bone marrow such as the liver or spleen. المايلويد ميتابليجيا يعني يقصد بيها
هو احنا مثل ما نعرف انه الخلايا المكونة للدم شو نسميها بالهيماتوبويتك ستيم سيل، هاي وين موجودة؟ موجودة بالبون مارو. فنورمالي هاي الخلايا يصير بها بروليفريشن وين؟ بالبون مارو، بنخاع العظم. لكن هنا يعني نتيجة يعني ممكن انه هذا التكاثر بروليفريشن ما راح يصير بالبول مارو، ممكن انه يصير بالليفر او يصير بالسبليم. فهاي الحاله نسميها بالمايلود ميتابليج، يعني هو تكاثر تكاثر الخلايا المولده للدم بمناطق غير النخاع الشوكي البول مارو. زين البول مارو العفو مو النخاع الشوكي، يعني اقصد النخاع العظم. زين هسه هاي بالنسبه للكونكتيف تيشو ميتابليج خلصناها. زين هسه نجي هنا عندنا الميكانيزم اوف ميتابليجيا. الميكانيزم اوف ميتابليجيا شلون تصير الميتابليجيا؟ زين ميتابليجيا doesn't result from a change in the phenotype of an already differentiated cell type. Instead, it is the result of a reprogramming of stem cells that are known to exist in normal tissue. These precursor cells differentiate along a new pathway. The differentiation of stem cells to a particular lineage is brought about by signals generated by cytokines, growth factors, and extracellular matrix components in the cell's environment. يعني شنو يقصد بيها؟ احنا قلنا الميتابليجيا هو تحول نوع النسيج الناضج الى نوع اخر من الانسجة الناضجة، لكن يقصد انه هذا التغير او هذا التحول مو يصير يعني بالمظهر الشكلي. يعني هو احنا مثل ما قلنا انه بالتراكيا نتيجة للتدخين مو راح يتحول من سيليتد كولومنر ابيذيليوم الى ستاتيفايد سكوامس ابيذيليوم، هذا التغير ما يصير بالنسيج بحد ذاته، ما يصير بالنسيج، لكن يصير بخلايا اخرى نسميها بالستيم سيل. نسميها بالستيم سيل. شنو هي الستيم سيل؟ الستيم سيل او مثل ما نسميها بالعربي بالخلايا الجذعية، هاي موجودة بكل مناطق الجسم، كل انحاء الجسم. هاي يعني بحد ذاتها ما لها وظيفة، لكن شنو يعني هاي يعني مهنتها؟ هاي الخلايا يعني عبارة عن خلايا غير متمايزة، تقدر تتمايز الى نوع اخر من الخلايا. يعني هسه مثلا خلينا نوضحها على هاي الصورة. مثل ما تلاحظ هنا، بس لحظة، هنا عندنا هذا، هنا هذا شنو هالخلايا شو نسميها؟ نسميها بالخلايا العمودية. جواها هنا بينات يعني بين الخلايا اكو ستيم سيل. هاي الستيم سيل هي اللي راح تتحول الى هذا سكوايموس، هي اللي تتحول. يعني هاي الخلايا هاي ما يصير لها شيء، هاي يعني ما تتحول، لكن الستيم سيل هاي اللي هنا موجوده جوا هاي، وهاي الخلايا هذني وهاي هي اللي راح تتحول الى ستراتيفايد سكوايموس. وما راح تتحول الى ستراتيفايد سكوايموس، راح تجي تقعد مكان هذني الكولومنر سيلز. هيش يعني التغير يصير بالستيم سيل مو بالخلايا العموديه. هيش هذا القصد. زين هسه هنا جد يقول بعد ميتابليجا is doubled in what may be disposed to malignant transformation. ميتابليجا will induce cancer later. يعني يقصد انه الميتابليجا هي حالة نسميها بالبري كانسر كونديشن، حالة او فترة ما قبل السرطان. ليش؟ لانه هاي الميتابليجيا اذا ما عالجناها بواسطة الاستئصال الجراحي فراح تتحول الى ديسبليجيا، والديسبليجيا هي اللي راح تتحول الى مالجنت ترانسفورميشن او مثل ما نسميه بالكنسر. هذا القصد يعني. زين هسه لحد هنا خلصنا المحاضرة. ان شاء الله يعني تحاولون تحلون هذا بعض الاسئلة كتبتها بنهاية المنزمة. هنا أنا هاي اسئلة وعدها هذا الكيس همينة كتبته، فحاولوا تحلوها. واخيرا اعذروا عن اي تقصير بالمحاضرة. في امان الله.